بالفعل تجمع الضباط في الصباح، ومن خلال قطعا موبايل أو حاجة زي كده تم التفجير، وتوفي عميد رحمة الله عليه شهيد وبطل عظيم، ونقل 4 ضباط إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، والحالة مستقرة بإذن الله. إن شاء الله يا رب يشفيهم ويعافيهم. لأنا عايز أقوله في تعليق بسيط جدا وسريع جدا، هذه الأمور التي ترتكب ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة لن تنال على الإطلاق على الإطلاق من إرادة كل مصري حر شريف محب لوطنه. أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار وشجاعة المواطن المصري لن تفلح على الإطلاق، وسيظل هذا الوطن بمشيئة الرحمن مستقر ومطمئن مهما حاول البعض القليل جدا الفتات ان هو يهزه او يروعه. لن يحدث، وسيلقى باذن الله كل فاعل جرم جزاؤه عند المولى اولا سبحانه وتعالى، ثم في الارض باذن الله ان شاء الله بعقاب سريع يردع كل من يحاول ان يرتكب مثل هذه الافعال الاجراميه. رحمة الله مرة تانية على العميد الشهيد، وكل الأمنيات القلبية إن شاء الله إن شاء الله بأن يتعافى المصابين. وهي فرصة مرة تانية نحن نؤكد بقى على شبابنا التعاون الكامل مع الشرطة ومد يد العون ليها. كل يوم الشرطة بيسقط منها رجال، خلي بالك الشرطة دي لو هي مش موجودة في الشارع هتبقى مشكلة كبيرة جدا للمواطن، جدا مش هنعرفها إلا إذا غاب رجل الشرطة، وتالي كلنا عرفناها. لو تفتكروا بعد 25 يناير، بعد ثورة 25 يناير، وكنا واقفين كلنا في الشوارع وعلى النواصي بنحمي بيوتنا، النهاردة الرجال الأبرار العظام بيقفوا في الشارع ليل نهار، وبيسقط كل يوم ما بيفوتش يوم بيسقط منهم شهيد وبطل ورجل ومدافع عن الوطن، فلا أقل من إن إحنا نقف جنبهم. وإحنا كرياضيين بما إن إحنا برنامج رياضي علينا إن إحنا أيضا نتعاون معاهم، وإن إحنا نقرب منهم أكتر من كده، وإن إحنا إذا حصل بمشيئة الرحمن وتواجد جماهير أو تواجدت جماهير في المدرجات إن إحنا نتعاون معاهم بكل الحب وبكل التقدير. مع كابتن طه بصي هكلم بعد شوية، بنجهز له كده فيديو مع محمد نصر، وابدأ فقراتي النهاردة. الحقيقة أول خبر، يعني خبر ده متقيل، عارفين كلكم أيمن حفني لاعب طلاع الجيش، لاعب مهم جدا جدا، والأهلي والزمالك بيجروا وراه بمنتهى منتهى منتهى القوة. هذا اللاعب أعير من طلاع الجيش إلى نادي أهلي طرابلس لمدة 6 شهور. ايه اللي حصل معاه؟ معانا مدربه من ليبيا الكابتن محمد ابراهيم. مساء الانوار يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن مدحت، وحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كابتن. قول لنا ايه مشكله، طبعا المدير الفني هو الكابتن طلعت يوسف عشان اللي ما يعرفش. كابتن محمد ايه المشكله بتاعت ايمن حفني؟ المشكله بتاعت ايمن حفني ان هو تعاقد مع نادي اهلي طرابلس وما جاش. يعني جه حضر معانا اسبوع ومعسكر في تونس، بعديها خد اجازه ما جاش من ساعتها. لعب معاكم مباراه وديه واحده، مباراه وديه، ولعب المباراتين بتوع البطوله الافريقيه وبس، ولعب مباراه وديه في تونس في المعسكر بقى اعداد للدوري. نعم. الدور الثاني وما جاش. احنا لعبنا مباراتين لغايه دلوقتي وايمن لسه فعلا ما جاش. حاولتوا تتصلوا بيه تكلموه الكلام ده؟ اكيد يا كابتن، وناس وفي وفد من اهلي طرابلس بقياده المدير التنفيذي الاستاذ علي اسود نزل له القاهره وبقت بفشل بطل. الله، يعني قابلوه واتكلم معاهم على او اتكلموا معاه، ولا ما عرفوش يقابلوه اساسا؟ والله يا كابتن يعني المقابله او اتكلموا معاه في التليفون، يعني انا لكن هو تواصلوا معاه من خلال لما كانوا في القاهره، ولكن ما فيش اي حاجه حصلت.
هو يعني كوضع موجود دلوقتي ان ايمن ما جاش. طيب السؤال الثاني، هو تقاضى قد ايه من اهل طرابلس يا كابتن؟ لا والله كابتن مبالغ، ما يعني انا ما طيب، هو تقاضى $150,000 مقابل الست شهور يعني، ونادي الطلائع لا ده مظبوط 100%، ونادي الطلائع تقاضى $125,000. نادي الطلائع نادي اهلي طرابلس بعت خطاب لنادي طلائع الجيش بيقول له اللاعب فين. طب ما هي مسؤوليه نادي طلائع الجيش وهو معار الى اهلي طرابلس يا كابتن محمد؟ هو مقيد فين يا كابتن مدحت؟ القيد الاصلي في طلائع الجيش طبعا. يبقى هو نادي طلائع الجيش مسؤول عنه؟ لا، هو ما دام ست شهور معار اصبح هو كومبليتلي تبعك انت يا كابتن، اكيد يعني. انا بتكلم ادبيا يعني. لا يعني بص كابتن، لما نبعد عن يعني لما نقول ان طلائع الجيش ملوش دعوه بالموضوع او هو بعيد عن الموضوع، نعم. لكن هنتكلم على وضع تاني، شق تاني، الشق الاحترافي. طبعا الشق الاحترافي بالنسبه للاعب المصري. ايوه يعني الوضع وحش جدا بالنسبه للاعب المصري يعني. في امور كتيره جدا حصلت بسبب هذا الموقف من ايمن، للاعيبه المصريين اللي موجودين في ليبيا، بالنسبه لاي حد شغال في ليبيا. الوضع ما بقاش كويس، منعوا الاجازات يعني زي كده، وده حقهم. وده حقهم اكيد ان 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 هم يعملوا كده. فالوضع مش حلو، الوضع لا مش حلو. لا 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 يعني سيء للغايه يعني. ما ينفعش بالظبط. طيب انا نفسي اسال سؤال بس لايمن، يعني هو عايز ايه؟ يعني بالظبط، يعني هو ده السؤال الوحيد اللي انا نفسي اساله لايمن. ما حاولش يكلمك يا كابتن او يكلم الكابتن طلعت يوسف؟ ما عرفناش نوصل له خالص كده. ما عرفوش نوصل له. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الكابتن طلعت طبعا يمكن عنده خبرات كويسه جدا في المواضيع دي. الكابتن طلعت لما ايمن طلب اجازه من تونس، احنا كنا نازلين اجازه يومين، كنا نازلين على ليبيا. فايمن طلب اجازه ينزل فيها القاهره. الكابتن رفض، لانه هو كان بقاله اسبوع تقريبا جاي من القاهره، او جاي 10 ايام يعني، قعد 10 ايام كان لسه جاي من القاهره، فطلب اجازه. الكابتن رفض، قال لهم لا يعني ما انا بالنسبه لي انا مش عايز اجازات في الوقت الحالي. فايمن كابتن طلعت محترم، كابتن طلعت راجل محترم، وهو عنده درايه باللاعب المصري، وعنده درايه وعنده خبرات كبيره جدا في المواضيع اللي زي دي. صحيح. فللاسف هو طلع صح إن إن, ان 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 ايمن نزل وما جاش. طيب يعني انا ليا تعقيب بعد ما اقفل معاك. على كل الاحوال كل التوفيق ليك يا كابتن ان شاء الله. مع الكابتن معانا الكابتن طلعت يوسف. طيب كابتن، شكرا كابتن محمد. كابتن طلعت مساء الانوار. مساء الخير كابتن مدحت، انت وحشتنا خالص يا ابو كباتن. والله انا ما بصدق اسمع اي حد من مصر بس خلي بالك احنا لما تكون انت طبعا بتبقى حاجه تانية. ربنا يخليك يا كابتن. كل من الحقيقه لما بنتفرج على الاتحاد السكندري الحقيقه يعني في كل الاستوديوهات التحليليه، مش معايا بس، في كل الاستوديوهات التحليليه كله بيذكر الكابتن طلعت يوسف، هو اللي بنى وهو اللي اختار عناصر هذا الفريق الحقيقه. والله الحمد لله يعني ده التزام، يعني ده التزام بالنسبه لعملي بشكل عام والنادي الاتحاد بشكل خاص. يعني صحيح انا سعيت واجتهدت وربنا وفق في اننا نقدر نخلق مجموعه الى حد كبير اعتقد ان هي متميزه يعني. طبعا اهلي طرابلس حضرتك توليت امر تدريبه هذا الموسم، العقد لمده سنه اعتقد يا كابتن؟ لا انا توليت بعد نهايه الدور الاول، يعني ما بين الدورين بعد ما كابتن حسام مشي، والمفروض انه عقدي ممتد الطبيعي لغايه شهر 11، لكن الموسم هنا هينتهي المفروض وفقا لما هو مخطط له، او يعني اللي اتقال لي المفروض ان هو هينتهي 15/5، فبيفترض انه بمجرد انتهائه يعني ان شاء الله ارجع مصر باذن الله ان شاء الله. ويا اما تجدد ويجدده او لا يحدث. لا مش هيبقى، انا يعني مش هيبقى في تجديد. من مش حضرتك مالكش الرغبه؟ لا طيب هو في الواقع لا. ايمن حفني سبب لك حرج مع اداره النادي يا كابتن بما ان هو اختيارك؟ لا هو اولا لا هو مش اختياري يعني، نمره واحد انا اختيارك. جيت بعد ما تم التعاقد معاه هو وجيبور،
مين اللي اختارهم امال؟ كان حسام. وهو لعيب كويس، ايمن لعيب ما حدش اختلف جدا يعني. جدا جدا جدا، لا قدرات فنيه يعني بتضيف لاي مكان هو ممكن يتوجد فيه يعني. مفيش خلاف على ده، لكن لا. هو للاسف يعني اساء لنفسه واساء للاعب المصري واساء للرياضيين المصريين بشكل عام هنا في ليبيا، وخلق جو مش ظريف تجاههم، جو عام مش ظريف تجاههم. نعم. وتجاه اللاعب في حد ذاته. يعني بعد وقعة أيمن، ميكي كان عنده ظروف خاصة، يعني زوجته كانت بتضع مولودها الأول، وكان محتاج ل 48 ساعة، وكنا احنا في فترة توقف. وللأسف يعني حصل نوع من الاعتراض على سفره بسبب وقعة أيمن، بس أنا تدخلت لأن التركيبة والشخصية بتختلف، يعني هناك من تثق فيه وهناك من تتخوف من تصرفاته. فميكي من اللاعبين الملتزمين ومنضبط، يعني حاجة تشرف يعني لاعب جدا. طيب يعني كابتن طلعت، يعني هل اللاعب أيمن حفني قبض ال 150 ألف دولار ومتصور ان الامر هيمشي كده ببساطة وما يلعبش وياخدهم ويعيش في القاهرة لغاية لما طلع الجيش تتفاوض مع الاهلي او مع الزمالك؟ تصور يعني حاجة شيء غريب جدا. ومعلش كابتن، يعني ايمن لما جه عشان ينزل جالي، كنا في تونس في معسكر عندنا ماتش مع منتخب الكونغو. نعم. فجاء طلب مني انه ينزل. ايمن له اكتر من وقع، انا سمحت له قبل كده، فيجي متأخر اربع خمس ايام، يجي اسبوع. فلما جاء طلب مني قلت له لا. لا مفيش مجال لان انت تنزل خالص يعني. طبعا. اذا كنت عايز تروح تتفاوض مع النادي كمجلس ادارة ده شق تاني، ولما انا لما اسأل هقول لا ما ينزلش، وده اللي حصل. يعني هم تعاطفوا معاه شوية. نعم. وادوله اذن بالسفر. للأسف زي ما حضرتك بتقول، هو واخد اكتر من 75% من عقده. وصل ل80%. ونزل وقفل تليفوناته ومش راجع، مش عارف يعني هو متصور ايه. شيء غريب. النادي هنا ابتدى ياخد، النادي بعت لنادي الجيش خطاب رسمي طبعا يقول له ان اللاعب ما التزمش، وانه وان احنا هناخد اجراءاتنا لايقافه. نعم. من خلال الاتحاد الدولي، وده اجراء ابتدوا يعملوه. وبالتالي اللاعب هيوقف، وبالتالي نادي الجيش مش هيبقى مسموح له انه يبيعه بالظبط، يعني ولا اهلي ولا زمالك ولا غيره بقى، خلاص ولا حد خالص. واسمح لك يا كابتن مدحت، يعني ايمن انا على المستوى الشخصي يعني ممكن يكون زي ابني وانا بحبه جدا يعني. نعم. لكن على المستوى العام اعتقد انه يعني وجوده في منظومة ايا كانت هذه المنظومة، اهلي او زمالك، بتحترم نفسها، اعتقد انه لازم يبقى محل شك ومحل تفكير كبير جدا بعد تصرفه هذا. انا بشكرك يا كابتن طلعت، وانا حبيت القي بقوة الضوء على هذا الموضوع، لان لابد هنحله بلا جدل ولا نقاش ان شاء الله. شكرك كابتن طلعت، شكرا جزيلا. المدير التنفيذي، انا الحقيقة دايس في الموضوع ده، لانه موضوع يعني في منتهى القبح، وانا هستخدم كل الالفاظ العنيفة، لانه ايمن حفني شايفني دلوقتي، ولازم انتهي من هذه الحلقة بانه ايمن حفني لابد في خلال 48 ساعة يكون في ليبيا، لابد. استاذ علي الاسود مدير التنفيذي الاهلي طرابلس، مساء الانوار يا استاذ علي. مساء الانوار سيادة الجنرال. الله يخليك، اهلا بيك يا استاذ علي. واحنا والله انا 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 محرج كمصري وانا بكلمك، ولاعب مصري ارتكب مثل هذا الفعل القبيح يعني. لا شوف سيادة الجنرال، انت تعرف ان الرياضة وكرة القدم دائما فيها مثل هذه الامور تحدث يعني من بعض اللعيبة، وفي احيانا حتى من لعيبة كبار ومحترفين تحدث مثل هذه الامور يعني. وانا نحييك على متابعة مثل هذه المواضيع اللي الهامة، وكذلك نحيي الأستاذ محمد القاضي حتى، وأيضا اللي يتبع في مثل هذه المواضيع الحقيقة. صحيح. هو اتصل من بدري يحاول الاتصال يعني بمختلف الأطراف. نعم. لكن الحقيقة يعني بالنسبة للسيد أو اللاعب أيمن حفني، أنت تعرف نحن هناك اتفاقية إعارة ما بيننا وبين نادي طلايع الجيش. نعم. وأيضا بيننا وبين، هي اتفاقية ثلاثية، وبيننا وبين السيد أو اللاعب أيمن حفني حقيقة نحن التزمنا
بكل اللي موجود في عقده وحسب الاتفاقية. لكن للأسف الشديد هو كما سمعت هو مش حنعيد اللي قال الكابتن طلعت أو الكابتن محمد إبراهيم، بالفعل هو أخذ إجازة ومرجعش خالص. ونزلتوا القاهرة ما قابلتوش يا كابتن علي؟ لا لا، أنا طبعا الأسبوع الماضي كنت في القاهرة ورحت له في البدرشين في بيته ما بين أسرته، والحقيقة يعني نقول لك أسرته كان شيء جميل، ولقاء رائع مع كل إخواته، مع يعني نقول لك كل الأسرة، وكل أسرة الحقيقة كانت طالبة بأنه لابد أن هو يسافر. بقيت معاه حوالي 5 ساعات تقريبا نتناقشوا نتحاوروا، يعني حتى طلب يعني أنه هو ممكن يأخذ معاه أخوه، وافقناه على أنه هو يجيب أخوه معاه لليبيا وما هيش مشكلة، زوجته أي شخص يحب أنه هو يجيبه معاه. وفهمته يعني أنه هو مازال في عقدة تقريبا شهر، يعني في نهاية 6 لعارة تنتهي يعني حوالي شهرين فقط، وفهمته وقلت له أنك أنت حتى لو تبي أو ترغب في أنك أنت تلعب في الأهلي، الأهلي المصري نادي كبير، ولا في الزمالك، يعني لازم أنك أنت تكون ما عندكش مشاكل، ما عندك أي مشكلة معي معي نادي. واتفقنا على هذا الأساس، يعني أن احنا حوالي 90%. قال لي يعني على أساس بكرة أنه هو يرد علي ويعطيني الرأي النهائي. وبالفعل أني اتصلت به ما ردش علي بالتليفون، اتصال أول اتصال ثاني ثالث، درت عملت لرسالة مسج قلت له هنا في انتظار، أتمنى أن تكون بخير وإن الله تعطيني الرأي النهائي، لأني نحن نروح يعني مش حنقعد في مصر كثير ولا التزامات. للأسف الشديد قفل تليفوناته، قفل تليفوناته كلهم، ما عادش رد ولا عاد. هنا اضطرينا طبعا أننا ننتقل لنادي طلايع الجيش لسيد رئيس الجهاز الرياضة لواء مجد اللوزي، باعتبار احنا والاتفاقية كانت معهم الحقيقة، باعتبار ان احنا نحاول ان احنا نحل المسائل في بداية الامر ودية، يعني ما فيهاش مشاكل. طبعا طبعا. وبالفعل كان هناك خطاب عملناه ومشينا لنادي طلايع الجيش واستقبلونا استقبال حقيقة رائع، يعني ووضحنا لهم الامر وان احنا مشينا له وان احنا درنا له رسالة عن طريق وكيله وعن طريق هو، ومشينا له في البيت وتفهمنا. لكن للاسف الشديد ما وصلناش معاه للحل. وبالفعل يعني النادي طلائع الجيش يعني اعتقد ان هم اتخذوا الاجراءات اللازمه، حتى نكون صارف يعني معاك ان هم اتخذوا الاجراءات اللازمه، واعتقد ان شاء الله يعني خلال اليوم هذا انا كما قلت حضرتك انا متاكد انه هو يكون هناك حل، لان المفروض يعني لا. وللاسف الشديد كابتن انا قلت له يعني حتى لو انت مش عايز تمشي قول لنا مش عايز، باش نعرفه يعني نعرفه الامور ونكلموا النادي بتاعك ونعرفه كيف نتفاهموا حتى وديا نحلوها، يعني امور الماليه حسب العقد. وبعدين فهمت قلت له انت لما وقعت هناك ماده، الماده 11 في العقد بتاعك تقول بان الرياضي الطرف الثاني اذا تغيب عن التدريبات او عن المباريات بدون موافقه الطرف الاول انه ملزم بترشيح كافه المصاريف اللي صرفت عليه. يعني ما نعرفش يعني ما نعرفش ايمن الامانه. يعني انسان رائع خارج يعني اخلاقه وكل الامور لا نطعن فيه، عندنا شك فيه الحقيقه، ولكن بالنسبه لالتزامه بالنسبه لعقده وكلاعب محترف يعني ما نعرفش. وانا انا مش عايز منه الا كره القدم، الامور الاخرى دي على عيني وعلى راسي. طيب كابتن علي، استاذن حضرتك تسيب نمره ايمن حفني في الكنترول دلوقتي مع محمد القاضي، وانا بقى طالب ايمن حفني دلوقتي يفتح موبايله يوضح موقفه، وليا يعني تعليق بعد كده. بشكرك كابتن علي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك حبيبي اشكرك. سلام ورحمه الله وبركاته. يعني خطوره هذه القضيه يا جماعه هي التاثير على سمعه اللاعب المصري. يعني النهارده انت بتدي مثال ونموذج سيء جدا جدا، وبعدين مفيش حاجه اسمها على الاطلاق ان انت تاخد فلوس وتمشي، لان هو مديك فلوس مقابل عمل، يا بتعمل العمل يا ما بتعملوش. لكن تاخد بعضك وتخلع بنفسك وبالفلوس كمان، هذا امر مخزي للغايه. وبعدين النهارده احنا بنتكلم في ايه؟ 150 الف دولار اخد 80% منهم، يعني بنتكلم في 120 مثلا الف دولار، يعني رقم. وبعدين هي ايه المشكله بالظبط؟ هل هو عنده الهوم سيكنس، يعني انه لما بيطلع من بيته بيتعب؟ يا سيد لو انت بتتعب بقى من الاول ما تتعاقدش، ولو انت بتتعب بس ما تتعبناش وتاخد فلوسنا كمان وتمشي. فالعمليه يا ايمن عمليه مش مظبوطه خالص،
ولابد ان ان ان, إن التليفون هيحاولوا يكلموك دلوقتي ان انت ترد، ولو ما ردتش يا ايمن الموضوع ده مصعد للاتحاد الدولي وهتتوقف، لا هتلعب في طلائع الجيش ولا هتلعب في الاهلي ولا هتلعب في الزمالك. ولازم تعرف ان موقفك ده اثر على زملائك احمد حسن مكي وويليام جيبور وكمان الكباتن المساعدين للكابتن طلعت يوسف، انا بقول اهو لان انا عارف الامور بتمشي ازاي هناك، مش هقول يعني ان هم يعني بالبلدي كده خلاص رفضوا كل الاجازات، يعني انت اثرت كمان بالسلب على زملائك هناك سواء اللاعبين او مساعدين الكابتن طلعت، وده شيء لا يليق يا ايمن لا يليق. فيعني انا ارجوك حتى لو انت مش عايز ترد دلوقتي على الهوا، اذا كان اخدوا النمره وبيحاولوا يكلموك او تفتح موبايلك يا ايمن وترد بوضوح، هل حصل يا ابني حاجه ليك هناك مش مظبوطه مش واضح؟ والا كان الكابتن طلعت يوسف المحترم قال، ده راجل صريح ودغري، او الكابتن محمد ابراهيم. لكن غير مقبول منك هذا الموقف على الاطلاق، تروح بيتك وتقعد في وسط اخواتك ومراتك وبتاع، وبعدين طب اخد اخويا، طب اخد ابعتك بقى بزازه بعد كده يا ايمن، مش معقول يعني. وبعدين لو انت بتتعب في الغربه امامك احد امرين، الراجل المحترم علي الاسود مدير التنفيذ النادي قال لك هات مراتك هات اخوك هات اللي انت عايزه هاته، في ايه تاني؟ كتر الف خيره. الدنيا بقى ظلمت معاك خالص، رجع الفلوس وارجوهم ان هم يتقبلوا عذرك. اذا انت مش قادر بقى خلاص تروح هناك بقى العمليه عندك في حاجه مش مظبوطه احنا مش ما نعرفهاش، يبقى لازم ترجع الفلوس. والعقد بيقول كمان المصاريف اللي اتصرفت عليكم هم مش مسؤولين عنها. كلامي واضح جدا يا ايمن، هيحاولوا يكلموك تاني، ارجو ان انت تفتح موبايلك يا ايمن لان شكلك بقى وحش قدام الراي العام. انا تعمدت اطول في الحته دي عشان اللي ما سمعنيش يسمعني. ايمن حفني اللاعب اللي كلنا كنا معجبين بيه، ولما اتقال انه هيروح للاهلي انا قلت ده بديل ابو تريكة، اصغر سنا وفي الفورمه الحلوه وبيعرف يرقص وبيعرف يميز يمين وشمال ويحط الباصات الحلوه وبالعرض وبالطول وبالارتفاع والحكايه والروايه، وكان مستقبلك يا ابني زاهر وباهر. لكن الفعله دي وصمه في جبينك هتفضل يعني ملحقه بيك عمرك كله، لان فيها تصرف مش عايز اوصفه عشان ما تزعلش مني، لكن الموقف ان انا باخد فلوس عشان اشتغل، اخدت الفلوس وخلعت، لا ده عيبه قوي يا ايمن، عيبه قوي يا ايمن. وبعدين ناديك المحترم قبض 125,000 دولار واتحرم منك 6 اشهر، النهارده هيجي طبعا اهل طرابلس يقول لهم هاتوا الفلوس، يعني انت اذيت الناس كلها، كل الناس اتاذت. طيب اخيرا رئيس نادي اهل طرابلس الاستاذ ساسي بعون. يا استاذ ساسي مساء الانوار. استاذ ساسي مساء الخير كابتن مدحت. يا مساء الانوار يا استاذ ساسي، وحشنا كتير والله. والله حتى انت وحشنا برامجك من المدن، ما شفناك الا النهار، منور قناه النهار. ربنا يخليك. كنترول مستر القاضي. اسهر بقى معايا كل يوم بقى وانت قاعد كده في ليبيا بكوبايه الشاي الحلوه والسهره الجميله مع النهار الرياضيه. ان شاء الله كل تبع فيك ان شاء الله كل يوم. ربنا يخليك ربنا يخليك. يعني انا طبعا اتكلمت مع الاستاذ علي الاسود، مع الكابتن طبعا طلعت يوسف، مع الكابتن محمد ابراهيم، والامور وضحت. هو يبقى سؤال يا استاذ علي، لو اللاعب تراجع عن موقفه المخزي وعاد الى ليبيا، هل يعني هيتم العفو عن كل ما مضى؟ علشانك انت وعلشان حبايبنا في مصر نعفو عفاء نهائي لكل شيء، كأن لم يكن وإذا عند حوالي 3 أيام إذا لم يتراجع عن الموقف فإحنا اتخذنا إجراءاتنا وسنتخذ إجراءاتنا تجاه الفيفا إن شاء الله، تجاه الاتحاد الدولي إن شاء الله. وهتاخد حقك كاملا، ده مؤكد ده مؤكد. كله أي درهم أخذ يرجعه ولا يتعاقب على طول. طيب هل موقفه ده هيأثر على حضرتك في الاستعانة باللاعبين المصريين؟ لا والله، وحرم على زملاء كان من ضمن المدة اللي فاتت عملنا مشاكل علشانه، أحمد مكي زاد عليه ابنه فأعطينا إجازة بال شو نقول لك بالصعب، صعب جدا، خدت 48 ساعة وبالصعب. لأن تعرف احنا كنا في موقف زميل اللاعبين معترفين اجتمعت بيه بخير، كان اليوم قلت لهم لازم
الاجازات تنفع خالص للدوري، تعرف الدوري هذا شهرين والاجازات هذا ما فيش نهائي. هم عارفين الموقف وعارفين كل شيء ورحبوا بهذا الامر. انا بشكر حضرتك وبتاسف لك بقى بالنيابه عنه، ولكن غير مقبول اي شيء غير اللي حضرتك قلته، اما ان يعود في بحر ثلاثه ايام واما ان تتخذ كل الاجراءات القانونيه الرياضيه تجاهه يا استاذ علي. هو هذا صحيح، هذا لازم احنا نرجعوا حق النادي وحق مؤسسه الاهلي العريقه ان شاء الله. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يعني اتمنى ان اتواصل مع ايمن بعد فاصل قصير، ثم لنا حديث سريع جدا حول بعض الامور الاخرى الهامه جدا، ومنها قطعا كلمات من القلب. طيب اوكي، كلمات من القلب لكابتن اكيد طه بصري، وجال لي كميه رسائل كتيره جدا جدا جدا. طيب ناخد برضو لاعب من اللاعبين الاكفاء الحقيقه الرجاله في اهلي طرابلس، احسن احمد حسن مكي. مساء النور يا احمد. مدحت حضرتك، ربنا يخليك حبيبي. انت منور يا كابتن، والحمد لله على السلامه والف مبروك في البرنامج الجديد. ربنا يبارك فيك يا احمد، ربنا يخليك. انت في ليبيا ولا في الاجازه ال 48 ساعه؟ في ليبيا والله كابتن. لا انا سافرت مصر من 10 ايام كده، خدت يومين ورجعت والله على طول. طيب مدى تاثير موقف ايمن حفني عليك انت شخصيا ايه امام الاخوه في ليبيا يا احمد؟ والله كابتن طبعا الموضوع ايمن حصل من شهر تقريبا، كان في اجازه يومين وهو نزل استاذن، يعني لسبب ظروف عنده عائليه واستاذن من النادي عشان ينزل يومين والناس وافقوا له يعني. هو ما رجعش تاني، حصل طبعا اتصال الناس بتكلمه كده وما مش. طب انت شخصيا ما كلمتوش كلاعب زميله؟ اتكلمت اتكلمت. قال لك ايه يا احمد؟ كذا مره. قال لك ايه؟ يعني عندي مشاكل عائليه ومشاكل في البيت وكده. قلت له طيب دايما يعني ده شغل وانت متعاقد مع ناس والناس مش مقصره معاك في حاجه. اتكلمت معاه بصراحه كتير يعني، وكنت حابب ان هو يرجع. الموضوع ده حصل سبب لنا احنا مشاكل يا كابتن، انت فاهم؟ طبعا طبعا، وبيسيء للمصريين كلهم يعني. فاتكلمت معاه وكده بصراحه، قال لي طيب يعني اقتنع بالكلام، وقال لي طيب ماشي انا هرجع وكده. وما حصلش برضه يعني، ما رجعش لحد دلوقتي يعني. ما جابش سيره الفلوس اللي هو واخدها؟ طيب يعني حتى كماء وجه المصريين ما جابش سيرتها ان هو ممكن يرجعها مثلا؟ إيه لا، اتكلمت معاه قلت له طب يا ايمن يعني الفلوس وكده، قال لي انا ليه هسيبها لهم؟ هيسيبها لهم؟ طب هي فين؟ هسيبها لهم. ما يعني هو كابتن بيبقى من العهد اول ما بيمضي الباقي الاستاذ زي ما حضرتك فاهم، تعال هسيب لهم اللي باقي لي يعني. هو ده طبيعي، انت راجل انت عايز تاخد اللي باقي لك وانت في ده بيهزر. يعني هو اللي هو بيهزر يعني ايمن، لو انا شايف لو هو فكر فيه وحسبها كويس هيرجع بصراحه، مش مقصرين معانا في حاجه وهي الموضوع يا كابتن شهر ونص وهنرجع يعني. كلام فاضي وعلى ست شهور ولسه ما بقالوش شهر ونص ولا حاجه يعني. انا من شهر 7 وانا موجود مع الناس. هل في اي مضايقات ليكوا في ليبيا يا احمد؟ بصراحه لا يا كابتن والله يعني احنا ما يعني نخرجش الا التمرين والبيت وكده. نعم. وبصراحه احنا ما حصلش معانا اي مشاكل يعني، حتى هو بس ايمن بيشغله طبعا الكلام اللي هو بيحصل بره واللي بيحصل، بس طبعا انا ده بيبقى بعيد عننا شويه. يعني في بني غازي، بلد بني غازي بعيد عننا 1200 كيلو تقريبا. بيبقى هناك هو بيبقى متابع الموضوع بيقلق يعني الموضوع ده. اوكي. طيب قول لي يا احمد اخيرا، انت خلاص الاهلي كونفيرمد معاك؟ والله كابتن الموضوع طبعا يعني مفتوح من فتره وكده، وانا طبعا يعني حاطط الموضوع جدا واتكلمت مع الناس، وده طبعا شرف ليا وكده. بس طبعا يعني انا طبعا لسه في عقدي سنتين مع حرس الحدود، ف يعني اعتقد ان الاداره النادي الاهلي فاتحين خط مع نادي حرس الحدود دلوقتي، والموضوع يعني تقريبا واقف على القيمه الماليه بس اللي هتدفع، والموضوع شبه ان شاء الله. في خلاف كبير مع الحرس على القيمه الماليه؟ لا، هم الحرس سالبين 4 مليون، وهم النادي الاهلي طبعا عشان الظروف الماليه اللي الانديه كلها بتمر بيها في مصر، فحابين ان هم يقللوا المبلغ شويه، بس ان شاء الله يعني الموضوع قريب يعني. لا قريب باذن الله. سمعت اخيرا ان عبد الله سعيد في كلام مع اهل طرابلس عندك يا احمد؟ والله سمعت يا كابتن يعني حتى تقريبا قال لي الموضوع دوت، بس طبعا ما
هم الناس مأجلين الكلام ده دلوقتي لحد لما شو. طبعا احنا لسه حصل لنا حوالي 5 ماتشات الثاني دوت، ولسه في الدوره السداسيه اللي هي هتحدد بطل الدوري، اللي هنا الدوري هنا مجموعتين زي مصر، فلسه الناس مأجلين الموضوع التعاقدات دلوقتي لحد لما الموسم يقرب ينتهي يعني. اوكي، اشكرك يا احمد، اشكرك شكرا جزيلا، متشكر جدا يا احمد. يعني قبل ما اطلع فاصل مره تانية بقول لايمن حفني افتح موبايلك يا ايمن، بيكلموك في الكنترول فوق، افتح موبايلك. وبصراحه كده لو لم يلتزم ايمن حفني خلال 3 ايام بالعوده، انا اطالب من هنا وبقوه انه ما فيش نادي كبير يتعاقد معاه. انا عارف ان كلامي ممكن حد يقول لك يا عم وانت واصي علينا يا عم انت، لا، الالتزام التزام، والسمعه سمعه. عمرنا ما سمعنا عن اللاعبين المحترمين ان لاعب قبض واخد فلوس وقعد في البيت وبعدين بيقول لك ايه انا مش هطالبهم بباقي عقدي. باقي عقدك ايه؟ هو انت لعبت اساسا عشان تاخد باقي عقدك؟ ده شيء غريب جدا، ده شيء غريب جدا. يعني واحد اتفق معايا وبعدين قال لي هبني لك دورين، وبعدين اديته 100,000 جنيه تحت الحساب، والحساب كله مثلا 200,000 جنيه، ما حطش طوبة واحدة، وجاي بيقول لي هسيب لك 100,000 جنيه التانيين. كنت انت ما عملتش حاجة بالمية الاولانيين؟ شيء غريب يعني. مهم، على كل الاحوال يعني عايز اتكلم كلمتين مستحقين عن نجم العظيم الكبير الكابتن طه بصري اللي رحل عن دنيانا صباح اليوم بعد رحلة مرض طويلة استمرت 3 شهور ونص في غيبوبة كاملة، والنهاردة فاضت روحه البريئة العظيمة إلى بارئها. كابتن طه بصري قيمة وقامة، كل اللي تعامل مع الكابتن طه بصري يعرف مدى جمال هذا الرجل ومدى رقة هذا الرجل ومدى تفاني هذا الرجل في عمله. كان أنا كان عندي حظ تعامل معاه عن قرب، وآخر حاجة كانت من 2 سنين يمكن كنا عملنا مشروع مع اخواتنا في النمسا الحاج محمود الاسيوطي والمجموعه المحترمه هناك، قلنا هنعمل مباراه كره قدم بين جيل 90 المصري وجيل 90 النمسا. عارفين ان النمسا ومصر الاثنين كانوا في كاس العالم 90، فقلنا نعمل مجموعه القدامى هنا ومجموعه القدامى هنا، نعمل ايفنت خماسي في ملعب بمدرجات جميله جدا باعلانات بالكلام ده كله، يخصص دخله لصالح اسر شهداء ثوره 25 يناير. توليت هذا الأمر هنا من مصر، والحاج محمود الأسيوطي هناك في النمسا، واصطحبنا معانا مجموعة جميلة جدا من اللاعبين القدامى، أذكر كباتن طبعا كلهم، حسام حسن وإبراهيم حسن وأحمد الكاس وأسامة عرابي وهاني رمزي وشديد إناوي ومين تاني فكروني يا جماعة، مجموعة كانت في منتهى، وكابتن طاهر أبو زيد، وقفنا جون كابتن طاهر أبو زيد وشال 5. ورحنا هناك الحقيقه، واحنا رايحين اخذنا كمان الكابتن سمير عدلي المدير الاداري اللي هو كان مع منتخب مصر 90، وبعدين الكابتن الجوهري رحمه الله عليه كان في الاردن وقتها قبل وفاته يعني. فقلنا مين خير شخصيه تطلع معانا كمدير فني؟ كان الاختيار على الكابتن طه بس، ورحب جدا. ونسمه تسمعش صوته الا في هدوء وجمال، تبص في وشه لازم تلاقي دايما بسمه وابتسامه. حيا رحل عن دنيانا النهارده، وكان كل اللي حضر تشييع الجنازه او كمان مراسم الدفن كانوا في حاله يعني، وكانت مساله صعبه جدا 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 جدا. كابتن حسن شحاته كان في مقدمه لانه كان صديقه وحبيبه، ويعني انهار في بكاء شديد جدا جدا الكابتن حسن. و كابتن طه بصري مهما اتكلمت عنه ومهما قلت عنه الحقيقة لن أفيق قدره على الإطلاق، لأنه كان من الشخصيات التي لا يمكن أن تنساها حتى ولو تعاملت معاها لمدة يوم واحد فقط لا غير. رحمة الله على الكابتن طه بصري. هاخد بالظبط يعني 5 رسائل واطلع الفاصل، لأن أديلي 3-4 أيام مش مدي حق أصدقائي. يا جنرال معاك رجب جنبر من إسنا، غبت عني وهتفضل في قلبي غصب عني،
مبروك علينا رجوعك لينا، وتحية خاصة ليك ولكل فريق العمل وخاصة المبدع محمد نصر، ودائما من نجاح إلى نجاح يا كابتن. أشكرك جنرال. إذا كان النادي الأهلي يتفاوض مع أيمن حفني وبعد عدم احترافيته وسوء تصرفه مع نادي أهلي طرابلس، أرجو من مسؤول النادي الأهلي وقف المفاوضات فورا مع أيمن حفني لأنه لاعب غير مسؤول. برافو عليك هاني إدريس من اليونان، برافو عليك يا هاني. من إسنا معاك رجب حفني البتيتي، ساي عليك النبي يا شالب تكون محايد. حاضر. التحية من أسوان، رحمك الله يا كابتن طه بصري يا مدرسة الأخلاق حسين الطنابي. ناخد من هنا كده بس نرجع لورا شوية كده. والنبي وحشتنا بغيابك عننا، اوعى لا دي بتنط نط غريب جدا. والنبي وحشتنا بغيابك عننا، اوعى تعملها تاني وتسيبنا لوحدنا، ده عمر التيت. جنرال اذا دي قلناها خلاص. جنرال هل يرضيك ما حدث في جامعه القاهره من ارهاب اليوم حليمه اسكندريه؟ اتكلمت يا حليمه في الموضوع وكل ده ولا هيأثر فينا، ولا هيأثر فينا. كابتن مدحت، الطالب الذي سعى لحرق وتخريب جامعته ليس طالبا ولا يعرف معنى الوطن ولا قيمة الانتماء إليه، ويجب فصله وإلحاقه بالجيش لأداء الخدمة العسكرية ليتلقى دروسا في كل ما ينقصه هناك. كمال حماد بوسعيد، أتفق معك تماما يا كمال تماما. أخذ كمال رسالة. إن مطلب أوتر هايجل الانضمام للمنتخب اليوناني، هاني إدريس بس مش واضحة الرسالة دي يا هاني، مش فاهمها، ابعتها لي مرة تانية علشان مش واضحة بالنسبة لي الحقيقة. عندي رسائل كتيرة جدا، هاخد مجموعة تانية، وجالي على صفحة البرنامج على الفيسبوك أسئلة كتيرة جدا للكابتن حسام البدري، واللي عايز يسأله تاني يبعت لي أسئلة تانية. هقول كل الأسئلة ربما ما سألش من عندي، وتبقى أسئلة الكابتن حسام البدري في الجزء التاني هتبقى خاصة برسائلكم أنتم على صفحة يا مساء الأنوار على قناة النهار. إذن مع الكابتن حسام البدري، ولكن بعد الفاصل. الجوهري طه البصري، طه بيفوت وهشوف اهو. الفاول هنشوفه تاني، الفاول خارج منطقة الجزاء.
عشان ثابت البطل مسكها بايده داخل طه وهوبا. أسعدكم إيه لمباراة لبنان إن شاء الله، وأسعدكم إيه لبطولة القارات في الكويت؟ إن شاء الله إحنا بنستعد الماتشين الجايين دول لمباريات الكويت، طبعاً أنت عارف أوروبا غير الدول العربية كلها، وربنا يوفقنا إن شاء الله. يعني واضح إن أنتوا هيبقى في أكتر من مدرسة هتلعبوها الفترة اللي جاية ديت عشان خاطر بطولة القارات يقدروا تقابلوا فرق كتيرة. إن شاء الله إن شاء الله، وربنا يوفق الجيل اللي موجود كله، ولسه في ناس برضو ما دخلتش ربنا يوفقها وتخش تبقى معانا، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل حاجة في كأس العالم اللي جاي إن شاء الله. شايف إن لجنة الكرة الخماسية الفترة اللي جاية دي مهتمة بالمنتخب، لكن في مشاكل في الدوري، الدوري ضعيف، الدوري مفيش اهتمام بيه، مفيش اهتمام إعلامي بالدوري، مفيش حاجات كتير. هي هتفضل مشكلة طبعا عندنا، طبعا هي دوري كرة الصالات طبعا مفيش دعاية من الإعلام من الإعلانات من أي حاجة، طبعا طبعا بيخلي كده إن طبعا بيفرش مثلا إن بيبقى دوري قوي بسبب عدم وجود مثلا اللي هي موجودة إيه الإعلام والتلفزيون وكده، طبعا طبيعي. لكن النهاردة كاميرا يا مساء الأنوار والنهار رياضة والكابتن مدحت شلبي حبيبك موجود النهاردة علشان خاطر نغطي المنتخب ونغطي كل فعاليات كرة خماسية. طبعا مساء الأنوار، طبعا الكابتن مدحت طبعا ده طول عمره طبعا هو اللي مربينا في الكرة الخماسية، هو راعي الكرة الخماسية طبعا وطول عمره بيرعانا. ياس فني محترم ولاعيبه خبرات على لعيبه شباب على لعيبه جداد، فان شاء الله مكونين منتخب محترم وان شاء الله نعمل حاجه باذن الله. بقالنا اكتر مثلا من نص تسعه واحنا ماشيين معسكرات وعلى خط ثابته، وجهاز يعني مركز معانا وفي لعبه جديده ولاعيبه خبره، وربنا يكرمنا ان شاء الله نعمل ماتشين كويسين هناك باذن الله. بتمنى ان شاء الله اكون عند حسن ظن الجهاز الفني للمنتخب. كابتن نادر بصراحه عامل معانا شغل كويس جدا ومدينا الثقه، احنا ان شاء الله الدور علينا ان شاء الله احنا نعمل حاجه كويسه تليق باسم منتخب مصر، وان شاء الله ربنا يقدرنا ان شاء الله وننفذ اللي كابتن نادر بيقول عليه ان شاء الله. كره الصالات اكتر لعبه في مصر مهضوم حقها، ما حدش يعرفنا اصلا، يعني احنا كلاعيبه منتخب مصر كره الصالات بنحس ان احنا اصلا ما بنلعبش كوره، ما بنلعبش باسم منتخب مصر، بنهين نفسينا وبنلعب وبنروح في اي مكان، بنحاول على قد ما نقدر نشرف ونرفع اسم مصر عليه، بس احنا مش واخدين حقنا في مصر. اولا انا بهني كابتن مدحت شلبي على عودته للاضواء مره ببرنامج مساء الانوار، وان شاء الله تبقى بداية موفقة باذن الله كابتن مدحت ان شاء الله. احنا بنستعد طبعا لبطولة القارات في الكويت ان شاء الله في شهر 7، عندنا ماتشين ان شاء الله في لبنان الاسبوع دوت، منتخب لبنان منتخب كويس، بنتمنى ان احنا نعمل مباراتين كويسين، معانا منتخب شاب عايزينه يحتك كويس الفترة اللي جاية ان شاء الله، يعني يكتسب الخبرة وان احنا نعمل شكل كويس في بطولة القارات اللي جاية، واحنا لسه بندي منتخب جديد، نتمنى ان احنا ان شاء الله نبقى عند حسن ظن مصر يعني ونقدم شكل كويس يعني الفتره الجايه. ودي كانت تغطيه شامله وكامله لتدريبات منتخبنا القومي لكره الصالات استعدادا لسفر لبنان لحضور لعب مباراتين وديتين في لبنان استعدادا لكاس القارات في الكويت. ايهاب النحاس يا مساء الانوار. هو أحد نجوم النادي الأهلي الكبار منذ أن كان لاعبا، شارك في صنع البسمة على شفات كل محبي النادي الأهلي بل كل عشاق كرة القدم، سواء عندما عمل مساعدا مع البرتغالي مانويل جوزيه أو عندما تولى المسؤولية بمفرده مع النادي الأهلي وحقق معه كثير من الألقاب. انتهى به المطاف إلى أن أصبح المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وعندما نتحدث عن المنتخب الأولمبي فهو المنتخب الذي يعد ليصبح منتخبا أول ويقود أعضاؤه المسيرة الكروية. أطلقت عليه الصحافة المغربية عام 1982 لقب الجزار. الله الله الله، خش حسام البدري بالعبها، شوف عادل مأمور، برافو عادل، وبدماغه حلوه جوه جول، هيرفع وعرضيه الناحيه الثانيه وهوبا. الله 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 الله،
كابتن حسام البدري مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت والف مبروك على البرنامج الجديد وموفق، وتملي كده بتبقى يعني اضافه لينا في اشياء كثيره والجماهير الرياضه كلها بمواضيعك وباسلوبك الجميل يعني. اشكرك كابتن على المجامله الجميله دي. انت كمان اشتقنا اليك كمحلل كروي قوي جدا، ولكن هو عبد نفسي والله نفسي والله وسعدت يعني باختيارك ليا والله كابتن مدحت يعني والله، وان شاء الله يعني في المستقبل ان شاء الله اكيد. بس احنا مدام هذا الشرط يبقيك كمدير فني فاحنا مستنيين. انا عارف دعمك طبعا وتفاهمك طبعا بالظبط انت طبعا في الملعب طبعا ده اللي يهمنا اكتر. طيب هنخش في المواضيع على طول. او انا عندي حوالي 38 سؤال على الفيسبوك جولك بمجرد ما اعلنا النهارده ان انت ضيفنا. بالاضافه لاسئله حضرتك يبقى كام سؤال؟ يبقى كتير قوي. يبقى كتير قوي. بالظبط، ولكن هخلي يعني هدي ربع ساعه كمان فرصه تانية للفيسبوك اللي عايز يسال يسال، بحيث ان احنا ناخد الاسئله على بعضها. وبعد شويه بعد اذنك هنفتح تليفونات برضو للمشاهدين اللي حابين. لا تحت امرك. بالظبط، يا رب يخليك. اولا بدايه انت ما رحتش لانتخابات النادي الاهلي وفق معلوماتي يعني. انتخابات النادي الاهلي انا ما رحتش يعني ما حضرتش. كان الخميس والجمعه عندي معسكر مع المنتخب الاولمبي، والجمعه انتهى معسكر، وفي نفس الوقت يمكن فتره الانتخابات وما قبلها انا كان ليا راي في الانتخابات وليا جبهه معينه يعني والكل يعلم اللي هي جابت المهندس محمود طاهر، وكان ليا لقاءات مع المسؤولين على الجبهة ومع المهندس محمود طاهر في بعض الفترات، لكن كانت فترات بسيطة، وكنت بدعم الجبهة حتى بأسئلة كثير من الأهلوية اللي هم ما بيحضروش بشكل مستمر في النادي عن رأيي في الانتخابات وتدعيمي لأي جبهة. وبالفعل كان تدعيم الجبهة المهندس محمود طاهر لاقتناع بأشياء كثيرة طبعا، خاصة أن هيحدث تغيير في النادي الأهلي، رحيل مجلس إدارة على رأسه طبعا كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب، والمجلس الإدارة كان موجود المميز اللي عمل إنجازات، فبالتالي مجموعة اشتغلت معها فترة طويلة جدا سترحل عن النادي الأهلي، فبالتالي هي مش موجودة في الانتخابات، ولكن ستدعم جبهة المهندس إبراهيم معلم طبعا في الانتخابات. فكان وجودي والاعتبار مهنتي طبعا كمدرب، وجودي في الانتخابات كان هيدي تساؤلات واجتهادات كثيرة جدا لوجودي لهدف معين، وانا ارفض طبعا هذه الاجتهادات لاني لابد ان التعامل يعني لابد ان انا لو انا رايح لجبهة معينة يبقى هناك غرض معين، وانا برفض الكلام دوت. انا في تفكيري واسلوبي تملي ان الصفات او العلاقات الشخصية والاقتناع الشخصي بيبقى شيء، والناحية العملية إذا كان هناك ناحية عملية بين طرفين ليها معايير معينة. بس أنت واجبك كعضو أن طبعا. أنت تروح تحط صوتك. بس واجبي كعضو في مرحلة معينة بقول أن في جبهتين، جبهة أنا بدعمها اللي هي جبهة المهندس محمود طاهر ومهندس محمود طاهر، وجبهة أخرى موجود فيها الكابتن حسن وموجود فيها الكابتن الخطيب، اشتغلت معهم فترة طويلة جدا وسنوات طويلة جدا، فكان هيبقى مش صعب ان يبقى الشخص اللي اشتغل معاه موجود، بالرغم ان هم يعلموا وعرفوا ان انا اتجاهي ناحيه يعني كابتن محمود طاهر المهندس محمود طاهر. لكن كان مش هيبقى منطقي لاشياء كثيره لوجودهم وفي نفس الوقت لشغل انا، عشان بعد الانتخابات لما تنتهي ما يبقاش في اي اجتهادات ان وجود حسام البدري في اي حاجه سواء مرحليه او مستقبليه او كده نتيجه وقوفه مع عنصر ضد عنصر، فكنت برفض هذه الفكره خالص. طيب انا بس هستاذنك ليا انتقاد. اتفضل. وخلينا النهارده نبقى صراحه مع بعض طبعاً جدا طبعاً يعني جداً. يعني اسم حسام البدري مش محتاج انه لما يروح عشان يدلي بصوته بموقفه بوضوح تجاه المهندس محمود طاهر فيبقى المهندس محمود طاهر هيختاره مثلا مدير فني الاهلي. الاسم مش محتاج ده، لان الاسم في حد ذاته كبير وله بريق، وبالتالي الكل هيسعى اليه، ما هوش محتاج يزكي نفسه من خلال انه يحط صوته في صندوق. دي وجهه نظري انا. حضرتك بتتكلم بوجهه نظر فيها منطقيه، فيها عمق، فيها خبره في أشياء كثيرة جدا، لكن هناك وجهات النظر اللي بيبقى حكمها بالعاطفة ببعض المظاهر، ودي كثيرة طبعا، ولهم الحق برضو ان بقول لما بيغيب عنهم حتة المنطق وحتة الخبرة فبالتالي بيبقى الحكم بالعاطفة شوية، فأنا رفضت ان انا اكون في الموقف ده، لكن الكل يعلم موقفي ودعمي للجبهة اللي انا قلت عليها وهي جبهة المهندس محمود طه. أبو انت عندك حق، لانه حتى يعني اللي بيروحوا النادي الأهلي
بدأوا يتكلموا بعد الانتخابات، شكلوا بقى جهاز فني في المهجر. مرحلة خطيرة جدا، وحطوا مساعد ليك بعيد خالص. فلما قيل اشمعنى المساعد ده، قالك اصل كان واقف دايما مع المهندس محمود طاهر يوم الانتخابات وقبلها. خطيرة جدا، عندك حق. خطيرة جدا، يعني خطيرة جدا النقطة دي في أشياء كثيرة جدا، وفي نفس الوقت هتحط عبء كبير جدا على مجلس الإدارة اللي موجود دلوقتي في اختيارات كثيرة جدا. إن البعض بيربط ما بين الدعم وما بين الناحية العملية اللي أنا بقول عليها، فيمكن أنا رفضت إن أنا أكون موجود في الموقف دوت، وأنا بقول الناحية العملية تملي بتبقى المصلحة العامة، وتملي اللي بيتولى مسؤولية النادي الأهلي، المنطق والمعايير هي اللي بتحكم، لا الصداقات، وإلا هيكون هناك انهيار. نعم. لا الصداقات، ولكن الكفاءة لازم تكون هي معيار، وأشياء كثيرة هي تكون المعيار في اختيار أي فرد. أنا ده رأيي. طيب كويس قوي، ده جانب. الجانب الآخر، أنت قلت لي إن ما حبيتش برضو تكون موجود حتى كابتن حسن حمدي والخطيب بالعشرة وكذا، وأنت طبعا عملت معهم طبعا ما كنتش حابب. لا طبعا، إن أنت باني إن أنت رايح ضدهم. لا طبعا، يعني بعد السنوات الطويلة اللي قضيتها معاهم، ومش ضدهم، أنا رأيي باني. أنا آسف يعني بالزبط. مع شخص آخر طبعًا يعني طبعا أنا يعني. لا كموقف، إن أنا بعد السنوات الطويلة والعمل الطويل بيني وبينهم، إن أنا بقى في موقف فيه ند كنت برفض ده، فكان دي كل حساباتي بالنسبة للانتخابات. ولكن تأييدي كان معروف، والكل يعلم الكلام دوت، ويعلموا حتى وقيل في الإعلام كثيرة جدا إن أنا بدعم المهندس محمود طاهر قبل الانتخابات. نعم. بفترة طويلة وعلى المواقع وكله، وأنا قلتها لكثير، حتى الناس اللي حتى اللي بتشوفنا دلوقتي، إن كان الاختيارات لما بتيجي للأخذ الرأي أو المشورة بالنسبة لي، كان كل تدعيمي لقائمة المهندس محمود صحيح طاهر. صحيح. يعني هنقول يعني ان انت راعيت مشاعر الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب بالناحية العملية الخاصة بالعمل في اي بالعمل، ولكن طبعاً حتى يعني يمكن ايام لما انت رحت ليبيا والكلام ده كله، هم كان لهم موقف تجاهك وكان تصريحات نارية تجاهك والاخره، لكن انت نسيت الكلام ده كله. لا، ولازم انساه، ولازم تنساه، لازم انساه طبعا، لازم انا كحسام يعني لازم انساه، وتملي برضه حشيد بيهم، وبقول ان هم عملوا انجازات طبعا وحققوا يعني تاريخ مميز للنادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله المجلس الجديد باذن الله يضيف له، لكن على المستوى الشخصي بحترمهم جدا، بقدرهم جدا، وتعلمت منهم اشياء كثيره. صحيح. تردد ان انت رحت زرت الكابتن حسن حمدي في محنته، ده صحيح ولا؟ والله صحيح، كنت اتمنى ان محدش يعرف، لكن لا تعرف، كانت موجوده صحفيه معروف. كانت موجوده صحفيه من اليوم السابع واصر، حتى قلت لها ورفضت. شفتك وانت داخل السجن؟ شفتني لا، انا كنت في دار القضاء العالي. في دار القضاء العالي، في دار القضاء العالي. وكنت حريص، وكنت سعيد جدا ان انا شفته. ليه بقى رحت له ليه؟ انا يعني انا بحترم جدا كابتن حسن طبعا، وبحبه بصراحه، لان سنوات طويله جدا وليه مواقف معايا برضو، وبقول على المستوى الشخصي مواقف كثيره، وعلى المستوى العملي بحترمه جدا. اما حسيت طبعا الموضوع اللي حصل دوت، حسيت ان فعلا ان انا عاوز اشوفه، وهي دي اللحظه اللي انا اشوفه فيها هتحمل الكثير، وكنت سعيد جدا بانطباعات وجهه اول ما شافني فعلا. يعني بالرغم الازمه اللي هو كان فيها، للحظات بسيطه، يمكن كان ماهر همام موجود معايا، كنت سعيد جدا. وحتى انت وكابتن ماهر رحت وقلت لماهر همام بعد انا قلت له انا كنت سعيد يعني انطباعه اول ما شافني. قعدتوا معاه شويه فعلا. قعدنا معاه ما يقرب من ربع ساعه كده. كلامه ايه يا كابتن حسام؟ لا هو كان طبعا لو كان كلامه بسيط معانا، وسلم عليا وكلمته، قلت له ان شاء الله يعني الامور بسيطه باذن الله، و كان الاستاذ تيسير الهوالي معانا وكلمنا شويه كده، وبعد ربع ساعه فضلت ان انا امشي، وهو بالظبط. وبس كنت سعيد بانطباعاته، والحمد لله الموضوع هو يعني ان شاء الله يبقى فيه خير باذن الله. بعد ما سبت تدريب النادي الاهلي، هل كان في اتصالات بينك وبين الكابتن خطيب تحديدا؟ لا، كان في رسائل بس ما كانش في اتصالات مباشره. رسائل كان في رسائل عن بعض يعني عن طريق بعض الافراد. لكن انا سعيد بكل اللي كان بيوصلني. ايه رسائل بقى؟ يعني رسائل سؤال، رسائل اشاده برضو، رسائل ان يعني حتى في بعض الاحيان كان الكابتن خطيب لغايه اخر لحظه، بالرغم ان هو كان يعلم ان ممكن يكون موجود قايبته اللي كان بيدعمها في النادي الاهلي مستمره ولا لا، لكن الشيء الجيد جدا ان هم اللي كانوا لغايه اخر لحظه بيشتغلوا وبيبحثوا عن لاعبين جدد، بيحاولوا يدعموا الفرقه، بيحاولوا يتعاقدوا. فكنت سعيد جدا ان يعني طلب ان انا يتاخد رايي
في بعض اللاعبين اللي انا اشتغلت معاهم زي احمد حسن مكي وكده، وكانت الرساله غير مباشره عن طريق الكابتن الخطيب، فده شيء اسعدني ان هناك ثقه فيا، وفي نفس الوقت ان في اختلاف كان في لحظه معينه في الناحيه العمليه، لكن على الناحيه الشخصيه وناحيه التقدير موجوده بين الطرفين، فده شيء اسعدني. احمد حسن مكي بس اللي اخذ رايه فيه ولا في حد؟ لا يعني؟ اتخذ رايي في احمد حسن وفي جبور، لكن قلت جبور انا ما تعاملتش معاه في اهلي طرابلس، وفي ايمن حفني في بعض، وايمن حفني واشدت وقلت انه ممكن دول طبعا يضيفوا للنادي الاهلي، وكنت سعيد بقول ان رايي بيتاخد طبعا يا كابتن، أكيد طبعا بيتي طبعا والناس بتقدر، وبيبقى الاهم النادي الاهلي اهم من اي حاجه، بالرغم ان ممكن يكون بقول فيه خلاف عملي وليس شخصي، لان انا متاكد مفيش خلاف شخصي بيني وبين الكابتن حسن والكابتن الخطيب، لان عارف تقديرهم ليا وهم يعلموا جيدا جدا مشاعري ناحيتهم، لكن على الجانب الاخر لما جاء مصلحه النادي الاهلي برضو عندهم ثقه في شخص معين بيطلبوا، وانا ما بتاخرش عن المساعده، وهي دي يعني ميزه ولاد النادي الاهلي. صحيح. المهم الاهلي والمهم كان في اي ظرف، وبالتالي اتصور ان الاهلي في طريقه في التعاقد مع احمد حسن مكي ومع ويليام جيبو. مفروض يعني انا حتى شفت قبل ما اخش حاجه بيتكلم احمد حسن مكي، وانا كلمته يعني كنا بنتكلم من 3 أسابيع واتكلمنا، وقال نفس الكلام اللي قال له حضرتك ان هو بيتفق على الناحيه الماديه دلوقتي، وان شاء الله يبقى فيه نصيب مكسب موجود. اكيد مكسب. مكي لعيب كويس وجيد، ومركزه ده احنا محتاجينه في النادي الاهلي دلوقتي، يعني فاضي دلوقتي فرقه النادي الاهلي محتاجاه. بالمناسبه يعني عماد متعب يعني اخباره ايه؟ عماد متعب كنا لسه بنتكلم مع بعض اول امبارح. ايه بقى؟ انا وهو كنت بقى يعني انا شفته في الاحتفال والتكريم اللي تم، وكلمته قلت له ضروري تكلمني عشان اطمن، كلمني اول امبارح كان بيسال عليا، واتكلمنا على حالته، وطلبت حتى انا عرفت ان هو بيتعمل له إشعة مقطعية تانية، وإن شاء الله مفروض على إيه بقى؟ على عضلة الفخدة برضه؟ على العضلة، لأن هو قضى فترة تأهيل دلوقتي وانتهت، عاوزين يتأكدوا إن الحمد لله مفيش أي آثار سلبية دلوقتي، وقال فيه مسك عميق أو لا الحمد لله مفيش حاجة دلوقتي، وهيتعمل يوم السبت إشعة مقطعية تانية بإذن الله، بحيث إن هو يطمئن، وفي نفس الوقت يبدأ التأهيل، يبدأ بقى تأهيل الملعب. فكنا بنتكلم، وان شاء الله برضو طلبت منه ان عن طريق الدكتور ايهاب، وممكن لو الدكتور اسامه الشاعر طبيب المنتخب يشوفوا الاشعه المقطعيه، وازاي يبقى زي كونسلته، بحيث ان احنا نطمن عليه ويبدا معنا عودته. عودته مهمه أكيد. جدا. طيب ايمن حفني على ذكره، وانت سمعت اللي حصل من ايمن حفني يعني تقييمك للموقف ده ايه؟ ولو انت مدير فني النادي الاهلي وهو بهذا الموقف وعدم الالتزام، هيبقى قرارك ايه؟ اكيد موقف غريب بالنسبه له، لكن على الجانب الاخر لابد يبقى فيه حديث معاه، ويمكن قبل ما اخش لحضرتك برضه كنت بتكلم دلوقتي مع سياسي بعون رئيس نادي اهلي طرابلس، كنا بنتكلم مع بعض في تليفون، قلت له انا اول مره اعلم بالموضوع ده، هو قال لي انا كلمتك اكتر من مره لكن كان تليفوني مقفول، فطلبت ان احنا هنتكلم بكره، وانا هحاول اعمل محاولات طبعا، وهتصل بايمن حفني على اساس ان هو يكمل مشواره ان شاء الله ويرجع ليبيا، وطمنه بشكل تام ان شاء الله، لان يمكن انا على اتصال بمكي، على اتصال ببعض اصدقائي هناك، والوضع الحمد لله دلوقتي ما فيش مشاكل، وزي ما مكي اكد يمكن هو المشاكل بتبقى بعيد. على مسافه بعيده عنهم خالص. فارجو انه طبعا ان شاء الله يتم الاتفاق مع ايمن ويرجع باذن الله، لان هو طبعا بيضر نفسه بشكل كبير جدا، بيضر الفرقه اللي موجود معاها، بيضر المصريين، بيضر مستقبله، اللي اعتقد ان هو عنده خطوه مهمه جدا، لو نجح ان شاء الله النادي الاهلي يتعاقد معاه تبقى خطوه جدا مهمه جدا في حياته، فلابد ان هو يبقى ابو تريكه اللي جاي ان شاء الله. اتمنى يبقى ابو تريكه باذن عنده الله، عنده حاجات يعني جميله ايمن. بس انا اسالك سؤال صريح يا كابتن حسام، يعني لو هو اوريدي اخذ 80% من قيمه عقده زي ما حضرتك سمعت، سمعت 150 الف دولار، يعني بنتكلم انه اخذ 120 الف دولار، سيبك من القيمه، هو اخذ 80% من قيمه عقده، لو هو ما رجعش وما رجعش الفلوس وانت مدير فني للنادي الاهلي، فانا عايز اجابه واضحه، لا هل تقبل التعاقد معه؟ لا 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 هيبقى صعب، مش كده؟ طبعا اكيد تحت عنوان اكيد اشياء كثيره ممكن يبقى عندك تشكك تحت عنوان، لا ارفض التعاقد مع لاعب بالفكر ده، مش كده؟ اعتقد ان هو فاهم في حاجه غلط، هو فاهمها يعني فلابد حد يقعد معاه ويفهمها له، والامور يعني ان شاء الله بسيطه وتتحل باذن الله، نتمنى ان شاء الله. طيب حضرتك المدير الفني للمنتخب الاولمبي، خلينا نتكلم ايه يعني بدون حساسيات ولا حزازيات، هي حساسيات ولا حزازيات الاول؟ الاثنين ساعات بتبقى الاثنين ساعات بتبقى الاثنين صح؟ حسب حسب المشكله. هو واحد يقول لك ايه الفيفا والتاني يقول لك الفيفا. لا هو الفيفا الفيفا فواحد يقول لك حساسيات وتقول حزازيات.
مش عارف هي حز ولا حس. طيب خلينا نتكلم بدون حساسيات. حضرتك كمدير فني المنتخب الاولمبي بتقيم الفرق، وضع طبيعي جدا لان انت بتختار من هنا وبتختار من هنا وبتختار من هنا، وممكن جدا تيم زي النادي الاهلي مثلا انت شايف مثلا واحد زي عمرو جمال اللي معاك في لا معايا الاعمار السنيه اللي موجودين دلوقتي على يعني اللي بيشاركوا مع الفريق الاول بشكل مستديم، معايا رامي ربيعه اوكي، معايا تريزيجيه، كريم اللي شارك النهارده في الفتره الاخيره من مباراه انبي برضه موجود معايا، موجود معايا بسام برضه راس حربه، موجود معايا حارس مرمى اسمه فوزي، ولسه في ناس تانيين في ناس مجموعه تانيه موجوده برضه، علاء ميهوب مجموعه مميزه جدا، لكن طبعا علاء عنده ارتباطات رسميه قريب، فهنتابع الاولاد دول من خلال اللقاءات اللي هتبقى مع فريق علاء ميهوب ان شاء الله. كويس قوي. حضرتك كمدير فني بقى المنتخب الاولمبي، نرجع لسؤالنا، بتقيم تيم، بتقيم لاعبين، وبعدين بتبص بعينك هل اللاعب ده امكانياته هايله بس الفرقه مش مساعداه فبتاخده، او هل الفرقه حلوه وهو مش قد كده فما ينفعكش، يعني ليك تقييم طبعا. فلما نسال كابتن حسام بدري المدير الفني منتخب اولمبي تقييمه لبعض الفرق، فهذا امر ما فيهوش ادنى حرج حتى لو كنت انت مدير فني سابق للنادي الاهلي. عايزين نتناولها والناس تبقى فاهمها من الزاويه دي. يعني ممكن اسالك بعد كده عن نادي الزمالك، ممكن اسالك على اي نادي اخر وانت متابع. تدخل على النادي الاهلي يا كابتن مدحت، هنبتدي انا شكل التمهيده دي بتمهدني عشان شكلك داخل على النادي الاهلي بالظبط مش كده؟ بس بخش على النادي الاهلي من منطلق ان انت مدرب المنتخب الاولمبي اللي بتختار لعيبتك من الفرق. تمام. اولا النادي الاهلي حامل البطوله، بطوله دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض. تمام. وحامل لقب السوبر مؤخرا. تمام. حضرتك كنت اخذت معاه بطوله رابطه الابطال والسوبر الافريقي ايضا يعني كي. النهارده وكاس عالم للانديه بالظبط. النهارده هو خرج من البطوله الافريقيه على يد طبعا اهلي بني غازي، ووضعه في جدول الدوري والمسابقه مع العروض واول اخره. انت ككوتش كبير بره بقى الاهلي والكلام ده كله، اولا انت حققت ست بطولات، احنا بنعرفك على الشاشه دلوقتي، حققت الدوري المصري، حققت السوبر المصري مرتين. نعم. ست بطولات معنا، ست بطولات مع النادي الاهلي. وما شاء الله ومسيره قويه جدا، وبالتالي انت عالم ببواطن الامور في صفوف الفريق. اي نعم كان معاك هذا اللاعب الفز، وكان معاك محمد بركات، وكان معاك اسماء قويه جدا جدا جدا، عشان ندي برضو لكل مقام مقال. النهارده رضينا ام ابينا في الحوار، النادي الاهلي لا يؤدي بالشكل اللي الناس بتتمناه فنيا، راي حضرتك ايه؟ اسباب هتكلم ك يعني مدرب، كمحلل فني ومدرب بالظبط. نعم. كمحلل حضرتك لما بتتكلم كمحلل بتتكلم في وجهه النظر وانت بتتفرج على النادي الاهلي من بره دلوقتي. لو هتتكلم كمدرب، المدرب لازم لما يتكلم على فرقه لازم يبقى مع الفرقه عشان يتكلم عليها في اشياء كثيره جدا، لكن هنتكلم كمحلل اولا لازم اكد ولازم الناس تعرف، ولازم النقطه دي تبقى مهمه جدا لعيبه النادي الاهلي. نعم. ان النادي الاهلي طبعا في تغييرات حصلت في هيكل فريق النادي الاهلي، لكن لابد نعلم ان النادي الاهلي يملك لعيبه جيده جدا حاليا. لان انا بزعل جدا اما بسمع كتير يقولوا النادي الاهلي ما عندوش لعيبه، النادي الاهلي في نقص كبير جدا، النادي الاهلي حصل فيه تغيير لان في ناس طبعا اعتزلت، ده شيء طبعا واقعي ومنطقي. اما يكون ما عندك مجموعه لعيبه مميزه واعتزلوا، ده بينطبق على بوتريكا، بينطبق على بركات، بينطبق على انتقال حسام غالي للإرس البلجيكي. لكن على الجانب الآخر لو مسكت هيكل فرقة النادي الأهلي دلوقتي وقارنه بكل الفرق الموجودة، خلينا نقول إن الكرة المصرية بتمر بمرحلة تحديث يا كابتن مدحت. نعم. على مستوى كل الفرق، والكلام ده بينطبق على الزمالك وبينطبق على الإسماعيلي بشكل كبير جدا، بينطبق على الزمالك بنسبة برضه لكن أقل من الإسماعيلي شوية، يمكن النسبة دي مساوية للنادي الأهلي شوية، لكن يمكن حال النادي الأهلي في السنوات الأخيرة في ترقب أكتر، في متابعة أكتر. لكن لو جينا لهيكل فرقة النادي الأهلي دلوقتي، ما أجي أنا أقول لك أنت عندك في مركز الظهير الأيمن عندك موجود أحمد فتحي، عندك مفروض شريف عبد الفضيل، عندك مفروض في مانجا،
لما تيجي في مركز الظهير الايسر لما اجي اقول لك عندك سيد معوض، عندك شديد، عندك صبري رحيل، لما تيجي في مركز قلب الدفاع ما اجي اقول لك عندك رامي ربيع، عندك نجيب، عندك سعد، عندك وائل جمعه، انت شفت انا عديت لك كام واحد في خط الدفاع؟ ما عندكش مشكله. عندك افراد مميزين، عندك 10 بيلعبوا 4، عندك مميزين يعني ناس مميزين. فمحدش يجي يقول ما فيش في المركز ده. اما تيجي في نص الملعب برضو كلام مهم، اما تيجي في نص الملعب اما تلاقي عندك حسام عاشور وعندك شهاب وعندك منجل اللي بيلعب في نص الملعب وعندك احمد فتحي اللي بيلعب في نص الملعب وعندك رامي ربيع اللي بيلعب في نص الملعب وعندك تريزيجيه اللي بيلعب في نص الملعب، انا بتكلم عن نص ملعب مدافع. اما تيجي في نص الملعب المهاجم، اما تيجي تلاقي عندك شكري وعندك جده وعندك دلوقتي بقى موسى ايدان، تمام، وعندك عبد الله السعيد، وعندك في القلب عندك ثلاثه، عندك سيد حمدي وعندك عمرو جمال، تمام، ومفروض يبقى موجود عماد متعب، فالهيكل موجود مش بالنسبه لك، واحمد رؤوف موجود، فالهيكل وكلاعيبه موجود، الهيكل موجود موجود موجود. ممكن النسبه تكون قلت شويه ما كان هيكل فيه ابو تريكه وفيه بركات، لكن ما تجيش تقول ان انا عشان حتى ما كلمه ما تقال ان النادي الاهلي ما عندوش لاعبين، ده اكبر حاجه سلبيه بتخلي اللعيبه تعتمد عليها ان اللعيبه بتعتقد ان ما فيش هيكل، فبالتالي ده بيعمل سلبيه جدا كبيره جدا بين اللاعبين. حتى اللاعب الصغير بالذات ممكن يقول لك لا ما فيش. اللاعب الكبير في بعض الاحيان لما بيلاقي صعوبات في الماتشات يجي يقول لك احنا ما عندناش فرقه، لان النغمه دي بتتكرر كتير، النادي الاهلي ما عندوش فرقه، النادي الاهلي اللعيبه المميزه بطلت، فاللعيبه نفسها جوه الفرقه بتعتمد على الكلام دوت فبيصدقوه. فده خطر جدا. طب ده دور الكوتش بقى، ده المفروض الكلام ده يتلغي خالص. ان فرقه النادي الاهلي مقارنه باي فرقه اخرى لا، احنا عدينا دلوقتي عندها. لكن ممكن نقول في تغيير حصل في فرقه النادي الاهلي، ده اللي يتقال، لكن ما عندهاش لعيبه لا ما تتقالش. طب الاسم انا اتفقت معايا يا كابتن متعب، انا متفق جدا ومعجب جدا بتحليلك. لان فعلا اولا مهم قوي ان اللعيبه ما يوصلهاش هذه النغمه البهته اللي بتتحط تبرير للعروض اللي يعني انا بتكلم على وجهه نظري المتواضعه جدا، لانه اللي حضرتك قلتهم دول فيهم على الاقل 7 دوليين بالظبط، فيهم 7 دوليين. لكن نجي نقول في تغيير حصل في فرقه النادي الاهلي، اقتنع ان في تغيير، بتحاول ان انت بالبحث وبتحاول بالتطوير وبتحاول في اعطاء الفرص ان انت تعوض تاني، تعوض ابو تريكه، تعوض بركات، ممكن تغيير طريقه اللعب، لانك انت ما بيحصل عندك تغيير في الافراد لابد تعتمد على العناصر الموجوده عندك وتغير طريقه اللعب نفسها. اذا كان ابو تريكه بيبقى بلاي ميكر وبيؤدي وجوده الى اداء معين بنعتمد عليه، فاحيانا بيبقى مش موجود، يبقى نعتمد على اشياء اخرى موجوده في جبهات، على الناس اللي تحت راس الحربه، في زياده في راس الحربه، العب باثنين بدل ما العب بواحد، يعني في حلول. هو ده اللي المفروض يبقى الفكر موجود. لكن انا مش عاوز برفض يعني وبدعي جدا حته ان النادي الاهلي ما عندوش لاعبين، النادي الاهلي ما فيهوش لاعبين، فبالتالي ده بيتسرب الى اللاعبين وبيعتقد ان هم عندهم مشكله فنيه كبيره جدا في هيكل الفريق، ودي بتسبب لهم احباط كبير جدا. انا بتفق معاك جدا يا كابتن حسام، وخصوصا الاعداد اللي حضرتك عدتها، يعني بنتكلم في 4 باك رايت، بنتكلم في 3 باك ليفت، بنتكلم في 4 قلب دفاع، بنتكلم في 5 ديفندرز، بنتكلم في 4-5 تحت راس الحربه، بنتكلم في 2 راس الحربه، عندك 3، عندك 3، عندك عمرو رؤوف وعندك سيد حمدي. بالظبط بالظبط. يعني اذا المساله تحتاج الى اولا اعطاء اللعيبه دي نغمه اخرى والثقه. بالظبط، ومن ثم الثقه. طيب خلينا نقول اديته الثقه وشلت النغمه، يبقى بقى المشاكل يبقى المشاكل بقى اللي حاجه تقول لي في ايه بقى. فضل. احنا انا مش موجود في الفرقه، بقول لك لو انا موجود في لوسا بس انا عشتها دي، في طبعا مشاكل الماليه شويه اللي هي ابتدت اللعيبه تتكلم عليها كتير، متاخرات الماليه طبعا اثرت على اللعيبه شويه، ولازم ده بقى ده اللي احنا نقول هو ده اللي ممكن يكون مأثر على اللعيبه شويه بالشكل الرهيب ده. لا المفروض ما يكونش كده، لكن اكيد ليه تاثير، لان فتره طويله. ما قلتش جده كمان على فكره. وجده موجود طبعا، مش جده مهم جدا طبعا. جده لعيب مهم جدا بالزبط. الفتره طبعا بقت طويله جدا على حته المستحقات الماليه والتعاقدات، وفي نفس الوقت التعاقدات اللي بين النادي وبين اللاعبين يعني مبالغ كثيره جدا اللعيبه لم تحصل عليها. وفي نفس الوقت دلوقتي اللي معظم اللعيبه المهمه زي اتكلمنا لو احمد فتحي، زي حسام عاشور، زي عماد متعب، عقودهم بتنتهي، عبد الله السعيد عقودهم بتنتهي، فبتحتاج الى تجديد. اعتقد ده برضو بيبقى ليه سبب شويه، حاله من التشتيت بتبقى عند اللاعبين. موضوع الناحيه الماليه طبعا اكيد بيأثر على اللاعبين،
فهي دي ممكن تكون مؤثره شويه لكن مش بالشكل اللي احنا شايفينه. ايوه مش بالشكل اللي احنا شايفينه طبعا اللي احنا شايفينه. وبالذات انا يعني المجموعه دي انا عشت معاها فتره طويله وعارف ان هم ما بيقبلوش الهزيمه، ما بيقبلوش الا البطوله، ما بيقبلوش الا العروض الجيده كلهم. يعني حتى بنشوفه الجمعه النهارده وقاعد على الخط قاعد على الخط، لكن انفعاله ازاي مع الفرقه، حماسه ازاي مع الفرقه، بنشوف احمد فتحي برضو اداء ازاي مع الفرقه، بنشوف سيد معوض لما بيبقى موجود، كل اللعيبه الكبار الموجودين. فاعتقد يعني هي عاوزه تركيز شويه من اللعيبه ودوافع شويه من الجهاز الفني ان شاء الله والامور تتحسن. وفي نفس الوقت عاوز اكد ان بطوله الدوري العام لسه في فرصه، يعني مش عاوزين لا، بطوله الدوري العام لسه في فرصه وان شاء الله لابد يبقى في اصرار على الحته دي، لان خلينا نربط ونتكلم بمنطق، بطوله الدوري العام دي لا قدر الله لو طلعنا يبقى احنا السنه الجايه كمان مش في افريقيا، يعني مش هنلعب السنه الجايه كمان في افريقيا، فهتبقى صعبه جدا. انت مش موجود في افريقيا السنه دي، مش موجود في افريقيا 2015، فهتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي، وهتبقى صعبه في اشياء كثيره جدا جدا، هتبقى صعبه على مجلس الاداره الجديد اللي موجود. فالكلام ده لازم يبقى فيه نظره ليه وفي تركيز. احنا يعني حصل اقصاء لينا السنه دي من افريقيا، لا قدر الله لو ما دخلناش المربع يبقى السنه الجايه ما فيش افريقيا. نعم هتبقى نعم. صعبه جدا. طب انا هقطعك معلش عشان الماتش ده ما يفوتكش، هذا الماتش فاكره متذكره اكيد، فاكره ولا مش فاكره؟ ده ماتش ثلاثة. ها ايوه ده اللي اتهزمنا فيه ثلاثة، ماتش ثلاثة مظبوط. تمام. تاثيره كان عليك ايه يا كابتن؟ ده تأثيره كان عليا طبعا كنت زعلان جدا ان احنا خسرنا الماتش ده 3-0، لكن تأثيره كان قبل كده، يعني كان في تأثيرات كثيرة، لان قبل الماتش ده طبعا احنا كنا ماشيين الاول على الدوري وكان في تأثيرات غريبة حواليا جدا وتأثيرات سلبية حواليا ما كنتش عارف لها سبب. فهي دي يمكن جت بالماتش دوت واحنا ماشيين كنا الاول على الدوري، فكنت مستغرب ايه اللي بيحصل حواليا، في حاجات غريبه بتحصل في المدرجات، في اشياء غريبه انا مش فاهمها كحسام البدري. فيمكن جاء الماتش ده في المدرجات طبعا يعني كان طبعا حاجات سلبيه انا ما كنتش عارف سببها ايه، لكن انتهت دي الفتره الاوليه انا طولت الفتره الاوليه الاول خالص، لكن الفتره الثانيه ما جيت كانت الامور اهدى طبعا، وكان الدعم كبير جدا من جماهير النادي الاهلي ومن الالتراس، وكان ليها اثار ايجابيه في عروضنا، في النتائج اللي اتحققت، في البطولات اللي اتحققت، فدي كانت مراحل بالنسبه لي. الـ انت في طبعا مراحل ده اكيد. انت قلت وقتها انه المسائل اللي حصلت في المدرجات كانت بصنع بعض الاشخاص. اكيد، لان كان في اشياء غريبه جدا، يعني انا متذكر كان عندنا مباراه بتروجيت، كنا كسبانين مباراه بتروجيت وراح العب مباراه انبي في الاستاد، لقيت لوحه وكسبنا مباراه انبي دي برضه كسبنا مزبوط. لقيت لوحه ليا في المدرجات ليا انا مخصوص، فعرفت ان هناك شيء يعني ما بين الكواليس بيتجهز وده وارد في الكوره طبعا، هناك بعض الاشخاص بيبقوا ضعاف النفس او بيبقى ليهم اغراض من مدرب النادي، لا مش عارف من منين انت مش يعني متاكد ممكن مش متاكد، ما كنتش متاكد يعني، لان كنت شاكك كنت شاكك وكان كلمنا ساعتها كنت بالزبط. انت كنت معايا انت في احد الحلقات كنت مضحك اتكلمت معايا يعني واتكلمت مع حضرتك فيه بالظبط كده بالزبط. وانت كنت يعني موجه كلامك في اتجاه احد الاشخاص، بس مش هنذكره خلاص دلوقتي لانه ايه عفى الله عما سلف. لكن الحقيقه تحليلك يا كابتن حسام مهم جدا، ولازم كل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي يسمعوا اللي قاله كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري بيؤكد ان النادي الاهلي مليء باللاعبين الاكفاء طبعا، وان النادي الاهلي عنده في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه، ونسينا نقول شكري كمان، ونسينا نقول احمد شكري، واحمد شكري كمان بالظبط كده. ولا يمكن على الاطلاق ان يحدث تاثير بهذا الشكل بعد اعتزال ابو تريكه وبركات. وعلى فكره انا عايز اقول بركات انت نفسك كنت معاه احتياطي فترات طويله، يعني كان في الجزء الاخير كان بيشطب. لا بركات ما كنتش يعني هاي دوري ابطال كنت بعرف استغل، لا بركات كنت بستخدمه خلاص في الفتره الاخيره في حتت كنت بعرف استخدمه امتى التوقيتات بالظبط، وامتى في اي مباراه استخدمه في البدايه ما كانش اقصد اساسي طول بالظبط باي مباراه، وده كان بالحوار بيني وبين بركات يعني في اوقات حتى ما كان بيبقى في التمرين حته ان انا اقول له انت تعبان حالتك ايه، كان في اوقات يقول انا تعبان خلاص بيبقى بيني وبين لغه حوار يبقى عارف لو هو موجود معايا فترة طويلة ما بقاش موجود في بدايه المباراه بالظبط، ما بقاش موجود في بدايه المباراه، لكن كلمه ساعات لا انا مرهق شويه ابقى عارف يبقى جزء من المباراه كان على طول الحوار ده بيني وبين بركات لان مهم وانت لاعب في مراحله الاخيره تعرف تتعامل معاه، وامتى يبقى موجود في الملعب
وامتى يبتدي وامتى لا يبقى يخش اثناء المباراه وهي شغاله. نعم. وفي بعض المباريات برضو ما يخشش خالص لان التاثيرات السلبيه على اللاعب حتى وهو في طريقه للاعتزال اذا كان هناك بعض المباريات اللي بيحس ان هو مش قادر يدي فيها او بتبقى صعب عليه انت بتخسر منه حاجات كتيره جدا. فالموضوع ده بيبقى صعب طبعا، لازم المدرب يبقى في عمق ويبقى مركز فيه كويس قوي عشان يعرف يستخدم اللعيب لاطول فتره ممكنه معاه. طيب هو محمد نصر بيغششني بيقول لي ان انا اقول لك معنا. تحياتي ليه طبعا. طبعا ده قاموكس بقى هيبتدي هينسى الاخراج دلوقتي بيتكلم في الكوره. بيقول انه في ناس بتقول ان الكابتن حسام دايما مكشر قوي، بس هو عايز اوريك حاجه اتقالت في المنطقه دي. وريني يا سيدي. طيب لما بيضحك بيضحك جامد. اما بيضحك بقى احنا هنقعد مستنيين بقى لحد ما يضحك يا شيتوس؟ لا 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 والله كابتن حسام دمه من الناس اللي دمها خفيف جدا. انا عارف يعني هو دمه خفيف الوحيد اللي ضحكه بحسام، وافهاته جامده قوي، بس هو بخلان علينا بافهاته، بس دايما افهاته كانت تطلع مع احمد فتحي على الزياده والتخن يعني 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 كابتن حسام كان فظيع. احمد كابتن حسام مره كان واقف مع قدام احمد فتحي، وانت عارف احمد فتحي لو قعد يومين اجازه تلاقي خدوده دي بقت كده فكان مره واقف معاه كده فبيقول له يا فتحي يا فتحي تخنان قوي زي ده فتحي في ايه؟ قال له يا انت عارف بقى احمد يا كابتن حسام انا لابس كتير لابس كتير لابس حاجات كتير. بص له كده وبعدين قام مشي بعد كده وبعدين قام له قال له وخدودك لابس في خدودك كمان. صح مظبوط، قلت له لابس حاجه في خدودك كمان يا فتحي، ففتحي يزعل قوي لو حد قاله بيزيد على طول. طبعا انا ساعات يعني بستفزه لان بخليه يحافظ على وزنه على طول، وكنت اوقات بعمل الكلام ده مع سيد حمدي برضه، وسيد حمدي برضه عنده استعداد على طول. في لعيبه عندها في لعيبه لازم تتابعها كده يعني حته برضه انت زايد وزنك زايد خلاص حتى يعني بيبقى عارف واخد باله خلص تمرين بحيث هياخد باله من اكله، رغم ان احنا عندنا ميزان يومي طبعا يومي. بس في لعيبه على طول من فتره لفتره لازم تفكروا انت زايد انت يبقى. طب مين اكتر لاعب كان دايما واخد باله من وزنه؟ احمد فتحي. احمد فتحي طبعا واخد باله من وزنه على جداً طول جدا، يعني ما بيزيدش اقصد اقول لا بيزيد. لا انا بتكلم على واحد بس واخد باله واخد باله على طول. مين بقى اللعيب اللي هو ما عندوش مشكله انه ما بيزيدش؟ هل في بركات؟ بركات بركات ما بيزيدش طبعا. جده ما بيزيدش. جده ما بيزيدش. جده ما بيزيدش. كويس. نجيب ما بيزيدش. اوكي. وائل جمعه ساعات برضه لسه مع انه نجيب احيانا بيتحرك لقدام بيزيد يعني. بيزيد ورا الكوره. لازم برضه جمعه وائل جمعه شويه تقول له انت زايد، يقول لك لا انا مش زايد ومش عارف ايه. لا هو اصله محلاوي اكيل يعني. لا بس ما بيزيدش. بس برضه من الاوقات لازم توقع. وائل بيحافظ قوي. وائل حاجه جميله. طيب يعني احنا خلصنا من حوار حضرتك انه الاهلي يستطيع ان شاء الله، ولكن لابد برضه من حل بعض المشاكل، ولكن انت حضرتك بتؤكد ان هذه المشاكل لا يمكن ان تكون سبب في التفاوت الكبير في طبعًا المستوى الحالي طبعا. وانا على فكره متفق معاك جدا 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 يعني. واللاعب لما بينزل من الملعب يعني ما اعتقدش حتى لو له فلوس ماشي، بس وانس نزل الملعب خصوصا لاعب النادي الاهلي لا يمكن هيبقى في ذهنه ال 1000 وال 100000 يعني اعتقد كده. ما اعرفش بتهيألي. الفلوس مهمه جدا طبعا، اتفق معاه اكل عيشهم وكده واكل عيشه طبعا، لكن لما هينزل قدام فرقه ويعرق بقى شويه ويبتدي يحس ان فرقته بتتغلب او كده. لا والفرقه دي والمجموعه دي مع على مدار 3 سنوات اهو يعني مشاكل ماليه طاحنه يعني ومع ذلك حققوا انجازات يعني. وشفنا 3 سنين دول انت معاك برضه نفس القصه. انا بقول حققوا انجازات طبعا، ما كانش في فلوس برضه حققوا انجازات وياما ضحوا لغايه دلوقتي بيضحوا برضه، لكن ان شاء الله باذن الله خلينا بقى نبص لقدام باذن الله. المهم بطوله الدوري مهمه جدا بالنسبه لهم عشان يكملوا المشوار باذن الله كبطوله دوري، وفي نفس الوقت يبقى لهم فرصه في افريقيا السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. صحيح. طيب هنترك صفحه نادي الاهلي، بس خليني اخد مجموعه من اسئله اصدقائنا على صفحه يا مساء الانوار على الفيسبوك طبعا. سم جافا، معرفش بيسمى نفسهم اسماء غريبه جدا، سم اس اي ام جافا ده الاسم. كابتن مدحت ممكن تسال الكابتن حسام البدري هو امتى هيستقر في مكان، يعني ترك الاهلي وراح السودان قعد سنه وبعد كده جه الاهلي وسابه الاهلي في ظروف صعبه جدا وراح ليبيا، ثم ترك ليبيا علشان المنتخب الاولمبي واحتمال كبير قريبا يترك. عشان كده مسمي نفسه سم، مش عاوز اقول اسمه. ايوه في عالي قوي. عشان كده مسمي نفسه سم. وقال لك قريبا يترك المنتخب الاولمبي عشان الاهلي. ما بين قوسين الفلوس مش كل حاجه. مفيش فلوس خالص، انت بتاخدها من وجهه نظرك، واحنا في بدايه البرنامج بنقول راي المشاهد بيبقى مختلف عن راي الحرفي.
الحرفي له معايير كثيرة جدا. وقت ما رحت السودان قعدت سنة، تعقدت سنة حققت بطولة. وقت ما كنت مع الأهلي تعقدت لفترة معينة، لكن مش موضوع فلوس، لكن في أشياء أخرى المدرب بيبقى بيحتفظ بيها لنفسه، في حاجات بينه وبين النادي، في أشياء بينه وبين النادي بيحافظ على النادي، ما بيتكلمش على كل حاجة، ففي احترافية. وأعتقد إن أنا يعني قريب جدا حتة الاحترافية دي في شغلي وفي جداً تركيزي جدا، وما بتنقلش إلا ما يكون في مشاكل، لأن أنا ما بكون موجود في مكان بيبقى لي هدف معين وعاوز أنجح وعاوز أعمل إضافة. إذا ما توفرش الكلام دوت طب هقعد أعمل إيه؟ أنا موجود عشان أعمل بطولة، لكن مش موجود عشان يبقى فيه وقت وإن أنا بقبض وبس، لا أنا موجود في مكان عشان أعمل إنجازات أضيف للمكان اللي أنا موجود فيه وأضيف لنفسي. تمام. سيف سلامة، أنت راجل محترم وذو خبرة، بس في حاجة ناقصاك، إنك تعلن أنت زملكاوي ولا أهلاوي؟ أكيد ده بيكلمنا أنا، زملكاوي ولا أهلاوي؟ أنتوا عارفين أنا لا ده ولاد، لا ده ولاد. طيب، يوسف محروس، كابتن أنا بحبك أوي، بحب الكابتن حسام البدري، أنا زملكاوي وممكن الكابتن حسام يدرب الزمالك، وانا شايف ان عبد الله السعيد لو جه الزمالك هيلعب بشكل تاني علشان وهو في الاهلي بيلعب من غير نفس. انا يعني حاجه بتسعدني جدا يا كابتن مدحت، موضوع حب الزملكاويه ده يعني وتقديرهم ليا يعني كتير جدا، واشكرهم لان فعلا في اماكن كثيره جدا واماكن كثيره وفي الشارع في كل حته اما بلاقي ناس بتوقف تقول احنا زملكاويه بنحبك وبنحترمك، فده شيء بيسعدني جداً. طبعا وبحس بتقدير كبير جدا. بتفق معاك ان عبد الله السعيد في اي مكان يبقى لعيب مميز، لكن ان شاء الله باذن الله انا مبسوط يعني حاسس بالرغم يعني ان في دروب شويه في النتائج، لكن عبد الله عاوز وحاسس ان في اصرار منه في المباراتين، حتى في مباراه اهلي بنغازي بالرغم كان في سوء حظ، والنهارده حاسس ان هو عاوز يعمل حاجه، فان شاء الله نشوفه افضل في المباراه. لسه ما اداش اللعب لسه طبعا عنده لسه. افضل من كده بكتير بكتير لان عنده امكانيات عاليه عبد الله. انا بتكلم عشان عبد الله عنده امكانيات عاليه، لكن زي ما انا قلت لعبه بطريقه معينه، وهو ان شاء الله يبقى مركز باذن الله يعني يحول لنا الدنيا لافضل من كده بكتير بجد. طب هوريك لقطه وتعلق لنا عليها. ماشي يلا. محمد نصر ولا ابو المعاذ؟ لا لا نصر. على ده طبعا ده سنه 82 خلصنا الموسم بتاعنا واكرامي دبسنا بقى اكرامي دبسنا، ده كان مش تدبيسه والله بالعكس، لما بشوف اللقطه دي ببقى سعيد. كان اكرامي طبعا في مجال التمثيل، وقال جالي انا ومدحت رمضان وجمال عبد الحميد كان وقتها معانا، وقال يا جماعه انا بكره عندي تصوير فعشان خاطر تعالوا معايا بس يعني مش هاخدكم خمس دقايق في لقطه، قلنا له لقطه ثانيه يا اكرامي، قال لقطه فرح هتبقوا موجودين في الفرح ومش هناخد خمس دقايق بالظبط. كابتن مدحت يعني عشان ابقى متذكر اللقطه بتاعت الخمس دقايق دي رحنا الساعه 9 الصبح مشينا 7 بعد الظهر. يا نهار ابيض في اللقطه اللي انت شفتها دي يعني عشان كان بقى بيغيروا الاستوديو وبيعملوا اللقطه، ومجرد ما تخش اللي هو قال لك خمس دقايق دي قعدنا تقريبا ما يقرب من 10 ساعات عشان طيب احمد صحيح. بيرتب مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت. وحشت يا احمد والله. انت اكتر والله. ربنا يخليك. الله يخليك ومنور كابتن حسام البدري. الله يخليك يا استاذ احمد. ازاي صحة؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ربنا يديك الصحه يا استاذ احمد. الله يخليك. ربنا يخليك. الحمد لله تمام. ربنا. الحمد لله. قول لنا يا احمد بيه يعني في اللقطه الحلوه اللي احنا شفناها دي هل تنم عن فتى شاشه قادم ولا المساء؟ لا قادم خلاص بقى. بس الواحد كان صغير ازاي يا كابتن مدحت؟ هقول لك هو احلى حاجه اللقطه دي يعني ثلاث حاجات. كابتن حسام وجوده واغنيه احمد عدويه اللي في الفرح كانت جميله قوي 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 وخف الدم سمير غانم. ثلاث حاجات جميله. دي ذكريات بقى. ذكريات جميله جدا. طبعا 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 الزمن الجميل بقى. مين اكتر لاعب كره من وجهه نظرك احمد بيه يعني اقنعك كممثل؟ طبعا الكابتن صالح سليم. يا مفيش كلام في هذا يعني. في الشموع السوداء. مظبوط. مظبوط. تشوف وكان كمان معاه مخرج عز الدين ذو الفقار كان حاجه يعني بيهتم بالتفاصيل وبيدي ملحوظات للممثل كويس قوي. في الحقيقه طلعه بصوره يعني رائعه.
وكان محاوطه بقى يعني كوكبه بقى أمينة رزق وفؤاد المهندس و نجاة الصغيرة سرحان وملك الجمل والسيدة نجاة الصغيرة فطبعا يعني كل ده نور الكابتن صالح، بالإضافة لأنه الحقيقة يعني برع في هذا الدور بصراحة. يعني بيتهالي مسألة كفيف يطلع طول الفيلم كفيف ويقنعك ب أيوة مش كده برضو مظبوط ومش عادي كمان ده يعني عنده أزمة نفسية ويعني كل ده بينه الحقيقة يعني. وصله أمال إيه هو كان عبقري كلام. رحمة الله عليه هي ملهاش علاقة بقى بالكرة أو لا هو زي ما في حد موهوب في الكرة ممكن يبقى موهوب في التمثيل طبعا حد موهوب في التمثيل مش شرط يبقى موهوب في الكورة والعكس برضو صحيح يعني هي المسألة انه الكابتن صالح عليه رحمة الله كان موهوب في التمثيل الحقيقة مين من اللعيبة الحاليين تتوسم في نجومية التمثيل لا دي عايزة تفكير بقى محمد بركات مثلا بركات ينفع محمد بركات طبعا محمد بركات دمه خفيف وممكن يلعب لنا الادوار بقى اللي كان بيلعبها الولد الشقي اللي كان بيعملها استاذ حسن يوسف استاذ حسن يعني يوسف ممكن يبرع في هذا اللون يعني وائل جمعه او احمد جمعه او سيد جمعه عمل عمل حاجه اسطوريه ما اعرفش أيوه مش كده ايوه هو بطل هو والمكير الاثنين ابطال الحقيقه مش معقول مش معقول ونظراته وحركاته يعني حاجه جميله يعني ممتاز مفيش شك انا بشكرك يا احمد بيه وفرصه سعيده انا اللي متشكر وانا طبعا من عشاق الكابتن حسام الله يخليك يا استاذ احمد ومن عشاق جيل التلامذه السحري طبعا طبعا يا كابتن ايوه طبعا اهلاوي يا احمد بيه مش كده اهلاوي طبعا والحقيقه يعني اليومين دول بقى مش عارف هل هي احنا طبعا كل الاهلاويه يحبوا الاهلي في كل حالاته لكن هو اليومين دول يعني زعلانين شويه لكن تحمل مين مسؤوليه المستوى بتاع الاهلي اليومين دول يا احمد بيه والله حضرتك يعني انا مش عارف انا هتكلم كلام يمكن الكابتن حسام يفهمه بقى وحضرتك طبعا وانا هحاول افهم ده كلها انت استاذ ده كلنا يعني العفو العفو هو كل الفرق اللي بتلعب الاهلي يا كابتن مدحت بتلعب دفاع دفاع منطقه اللي هو ايه الديفنس زون ده مفيش حد بيقدر يخترق هذا الدفاع فما بيسجلش الاهلي جوان وبعدين مفيش خطه للرجوع بسرعه عشان الهجمه المرتده طب يتسجل في نجوان الحتتين دول هم اللي يعني هو الجزء الاولاني طول عمر الفرق اللي بتلعب الاهلي بتلعب زون ديفنس ايوه مظبوط يبقى بقى الحته التانية ان مفيش خطه عشان نخترقها بس يعني انه اللعيبه تخترق وفي نفس الوقت الرجوع بسرعه بقى عشان الهجمات المرتده بالظبط لا بنسجل اجوان ولا بنعرف نلعب على الهجمه المرتده فبنتغلب صحيح. احنا بقى لنا دلوقتي اربع ماتشات ورا بعض وبعدين ماتشين بتوع ليبيا يعني طبعا. ست مباريات يعني مساله صعبه على الاهلي قوي الحقيقه صحيح. يعني علينا لكن يمكن تبقى كبوه يعني بعدها يجي جيل التلامسة تاني بقى بس مش عارف مين كان اعتقد يا كابتن حسام هيديكوتي هو اللي طبعا ايوه في الوقت ده هو اللي يعني بشر بهذا الجيل يعني بالزبط. فربنا يبعت لنا بقى اللي يعمل جيل تاني يعني وبعد الليل يجينا نهار يجينا النور يجينا النور ايوه وبعد الغيم ربيع وزهور ربيع وزهور وهو من ده وده الدوري كده شكرا يا احمد بيه يا فندم انا متشكر قوي وسعيد قوي ومبسوط يا كابتن حسام الله يخليك يا سلام ربنا يخليك لينا ربنا يديك ويديمك الله يخليك مدرب عظيم رافع راسنا كلنا بشكرك يا استاذ احمد ربنا يخليك شكرا يا كابتن مدحت على المداخله العظيمه دي متشكر قوي بشكرك يا احمد بيه شكرا جزيلا لقطه وعلق لنا عليها يلا لقطات النهارده عمره ما ساب بطوله وطلع فيها التالت معلش بس هي البطولات دايما مكسب وخساره يعني بس احنا عمرنا الحمد لله يعني بلا غرور عمرنا في حياتنا ما خسرنا دوره النادي الاهلي عمره ما خد مركز ثالث في بطوله ابدا النادي الاهلي احنا اتعدنا بس ربنا عايز كده كان احنا عمرنا ما خدنا مركز ثالث في بطوله ابدا احنا زعلانين وصعبان علينا النادي الاهلي ادينا كل حاجه لكن احنا قصرنا في حقه قلبي دي في بطوله نادي الصيد على فكره
هذه لقطه في بطوله نادي سيد، لكن هذا هو لاعب اهلي بتشيرت احمر. كل دول انا عارفهم دول. كل دول دي 2003 دلوقتي ده اسلام عادل. طبعا اسلام وحارس المرمى ده اعرفه طبعا بس نسيت اسمه، بس مميز، بس انا اعرف الولاد دول كلهم. شوف حضرتك غريزة الفوز والنصر اللي موجودة فين دي بقى؟ عند الصغيرين. بص الصغيرين لا موجودة. انا اكدت لك كابتن مدحت هي موجودة. موجودة عند اللعيبة. واللاعب الصغير ده انا فاكره برضه. عدى عليها وقت. ده اسلام اللي حط ايده على وشه ده. انا متذكر حتى يمكن انا كنت بتفرج على البطوله ديت، ومتذكر طبعا لحظه البكاء اللي كانت عند اللعيبه ديت. جمال اللقطه في البكاء طبعًا دي طبعا. والغريزه اللي موجوده واللي بتتزرع في لعيبه النادي الاهلي. كم سنه من صغرهم في السن ده؟ دول كانوا تقريبا 10 سنين انا متذكر. كان 10 سنين 13. كان 10 سنين 10 سنين بتاع. شوف اقول لك الاهلي ادانا كل حاجه، ادانا كل حاجه، وهم مش عاوزين يخسروا، مش متعودين على الخساره. وهو ده لعيبه النادي الاهلي، واي حد بيخش النادي الاهلي بيبقى بنفس الفكر ده. فان شاء الله فتره وهي الكوره كده ان شاء الله تتعدل باذن الله. ان شاء الله مش عايزين نيأس باذن الله. لا لا اطلاقا، لا لا خالص، لا اطلاقا. ان شاء الله اكيد ان شاء الله كوره كده. نذهب الى اللايف فيو والجهاز الفني المعاون والاداري للكابتن حسام البدري، ولكن امتى يا كابتن؟ بعد الفاصل. طيب هذا البرنامج برعاية أخش. مساء النور يا كابتن مدحت، برحب بيك وبضيفك الكبير الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي. وعايز اقول لك يا كابتن النهارده كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد ميلاده اللي كان يوم 23 مارس. كل سنه وانت طيب يا كابتن حسام. شرفنا النهارده الكابتن اسامه عرابي المدرب العام لمنتخبنا الاولمبي. برحب بك كابتن حسام. اهلا وسهلا بيك، ومساء الانوار للكابتن مدحت والكابتن حسام. مساء الانوار، مساء الانوار على كل الساده المشاهدين. ومعانا الكابتن ابراهيم عبد العزيز مدرب حراس المرمى منتخبنا الاولمبي. برحب بيك. اهلا بيك واهلا باسره مساء الانوار الكابتن مدحت والكابتن حسام البدري. وكابتن ايمن حافظ المدير الاداري منتخبنا الاولمبي. مساء الانوار لشلبوكا، وحشنا شلبوكا جدا، كابتن حسام طبعا والساده المشاهدين. كابتن اسامه عرابي، انت اكيد كان ليك ذكريات كويسه مع الكابتن حسام البدري منذ كنتوا لاعبين. انتوا تصعدتوا، حضرتك تصعدت سنه 82 وكابتن حسام سنه 79، اكيد كان ليكوا ذكريات مع بعض، ذكريات سيئه وذكريات حلوه، تفتكر لنا حاجه منهم كده بعد اذنك؟ كتير طبعا. انا زميلت حسام من موسم 82، يعني اكتر من 32 سنه دلوقتي. بدايه واحنا لعيبه طبعا، هو كان سابقني في اللعب، وانا ابتديت موسم 82، وطبعا لعبنا مباريات مع بعض، سواء مباريات في الدوري العام المصري او المباريات الافريقيه. ولكن انا طبعا متذكر كويس جدا مباراه الحليب المغربي اللي في كاس الافريقي سنة 84-85، ودي يمكن السنة اللي كابتن حسام اتعور في رجله في ركبته. كنا في المغرب وحصل التواء تقريبا في الركبة او كده، وهو صمم يكمل، فلما نزل حصل بقى الإصابة الجامدة جدا اللي هي يمكن بعد كده بعد الموسم 85 هو ابتدى يخش في عمليات وكده. دي كانت من الذكريات او من الحاجات السيئة اللي كانت يعني عشتها مع كابتن حسام. طبعا الحاجات الجميلة كتير جدا، احنا بطولات كتير طبعا، بداية واحنا لعيبة، بطولة 84 و85 ابطال الكؤوس مع كابتن ساس، مع كابتن جواري، 86 مع كابتن طه. ثم بعد كده لما انا اعتزلت سنة 1999، اول عهدي بالتدريب كنت مساعد لكابتن حسام في فريق 17 سنة. ثم طبعا من الحاجات بقى الجميلة جدا اللي ما اقدرش انساها البطولات الكبيرة اللي حققناها مساعدين للفريق الاول مع مستر ديكسي المدرب الالماني، وكان الكابتن مختار كمان معانا في الجهاز. خدنا كاس مصر مع مستر مانويل جوزيه 2001، وخدنا بطوله ابطال الدوري ضد سان داونز، ثم السوبر ضد كايزر شيفز، ثم 2003 2004 رجعنا تاني للنادي الاهلي نفس الجهاز،
وحصلنا على بطولة الدوري العام، فيعني عشنا بطولات كتيرة وذكريات كتيرة طبعا جميلة مع بعض. يعني بصراحه كده الكابتن حسام البدري منذ الصغر بيمتلك كاريزما القياده، يعني انت حضرتك كنت وانتوا صغيرين مزمله في الملعب تحس انه بيمتلك كاريزما القياده. ما فيش شك، واي واحد يعرف شخصيه كابتن حسام يعرف انه الشخصيه القياديه موجوده عنده يعني في حياته حتى، ويمكن ناس كتير ما تعرفش عنه ان هو بيحب يعني الهزار والضحك وكده، يمكن هو وشه احيانا يبان فيه صرامه، ولكن اللي يعرفه كويس يعرف ان هو بالعكس من الناس اللي بتحب تملي تضحك وكده، بس هو جد ساعه الشغل ما بيحبش يعني الهزار، بيعرف وقت الجد امتى ووقت الهزار امتى يعني، لكن من سماته الشخصيه طبعا سمه القياده دي من زمان يعني واضحه فيه يعني. وده ياخدني لسؤال لكابتن ميمي عبد العزيز، انت كنت مع كابتن حسام البدري في ليبيا اثناء الحادثه الاخيره، الحمد لله رجعتوا منها بالسلامه، يعني اول ما حصل الحادثه كابتن حسام اتصل بيك قال لك ايه؟ والله احنا كان عندنا في اليوم ده مباراه وكنا جايين من سفر ودخلنا بالباص النادي وهو خد عربيته واحنا خدنا عربيتنا، احنا كنا المفروض تاني يوم مسافرين مصر يعني، ففوجئنا واحنا هو مشي واحنا مشينا، اول ما وصل شقته لقى بيكلمنا الحول اللي احنا نتدرب عليه نار، فطبعا رحنا نشوف ايه الاحداث، فهو بقى قاعد يحكي لنا ان في عربيه كانت متابعاه كده وحصل ضرب نار، فشفنا ضرب نار في الازاز الخلفي للعربيه بتاعته، والحمد لله ربنا سترها طبعا. من يعني لما قعد يحكي لنا هو بيقول يعني من ضمن اللي حصل ان هو لما شاف العربيه قريبه منه ولقى في حد طالع كده ملسم ومعاه مسدس، ربنا الهمه انه يدوس حاجه لا شعوريه يعني يدوس فرامل، هي دي اللي عملت الفرق بينه وبين العربيه اللي جنبه، فالحمد لله الطلق النار جه في الازاز الخلفي اللي هو في ظهره والحمد لله عدت على خير يعني، بس طبعا احنا كان في حاله ذعر يعني بالنسبه لنا كلنا، وخلاص كان كابتن حسام يعني احنا صممنا في اليوم دوت وكان ده رايه واحنا كنا وافقينه يعني ان احنا ننزل مصر وما نرجعش تاني يعني، وده اللي حصل نزلنا الدنيا طولت معانا شويه في الاجازه، لكن طبعا بقى ظروف النادي وجي رئيس النادي اتكلم ووعدوا معاه وكابتن حسام يعني خلى بقيه الجهاز يسافر وقبل ما خد يعني استعاد الشفاء شويه جالنا والحمد لله قضينا بقيه الدور الاولاني في ليبيا والحمد لله وصلناهم الكونفدراليه ونزلنا بلا رجع يعني ما رجعناش تاني الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. كابتن ابراهيم انت حضرتك اشتغلت مع كابتن حسام بدري منذ قطاع يعني من فتره كبيره مقطاع ناشئين، عايزين نعرف كواليس اختيارك كمدرب حراس مرمى منتخبنا الاولمبي. والله انا ليا واقعه هقولها بالنسبه لكابتن حسام مش عارف فاكرها ولا بقى، مع بدايه شغلي معاه 96 97 كان ساعتها ماسك مدير قطاع الناشئين كابتن محمد رمضان، وكان اول مره يعمل اقتراح جميل قوي اسعدنا كلنا يعني، ويعني هو كان متعب بالنسبه لنا شويه بس كان كويس ان هو نبدا نعمل الاختبارات بتاعتنا مش في النادي نبدا نعملها في مراكز الشباب، وكان من حسن حظي ان انا اللي اتعاملت معاه فتره الاختبارات كلها كان في مركز شباب باب الشعريه اللي هي منطقتي وكان ملازمني فيها الكابتن حسام البدري، فكانت دي اقرب فرصه ليا مع كابتن حسام، وبعدها بقى كابتن حسام ما شفتوش الا في الدرجه الاولى يعني، فربنا كرمه وانا طبعا اشتغلت في قطاع الناشئين فتره طويله وبعدين سبت النادي اشتغلت في الدوري الممتاز مع كابتن مختار فتره طويله وما ساعدنيش حظي بقى ان اشتغل مع كابتن حسام الا في ليبيا. هو اللي اقترح عليك في المنتخب الاولمبي؟ والله هو طبعا يعني هو ربنا بيسبب الاسباب يعني بمعنى ايه، انا كابتن حسام ليه جهازه يعني، حتى يمكن انا كان لما جه مسك امبي بعد ما سيبنا احنا امبي مع كابتن مختار كان طبعا ليه جهازه وهو ربنا كرمه واشتغل قامت احداث بقى اللي هي الثوره والحاجات ديت، انا رجعت اشتغلت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي وكابتن حسام اشتغل مع امبي وبعدين النادي الاهلي بقى والاحداث وليبيا دي، فهو كان المفروض ان يبقى معاه جهازه يعني، يا ربنا بسبب جهازه ان انا يحصل ظروف ان الكابتن حسام يطلبني، وده طبعا كان شرف ليا ان انا اروح اشتغل معاه وانا كنت اخر واحد في جهاز في ليبيا يعني، ورحت اشتغلت معاه والحمد لله وربنا اكرمنا ووفقنا. يمكن ان انا ارتباطي ان انا بقى مع كابتن حسام هو طبعا مشكوره لكتير قوي من الكلام اللي قاله عليا يعني ساعه اختياري ليه، يمكن انا كتير جدا ما يعرفنيش في الاعلام لكن هو طبعا اصر ان انا ابقى موجود معاه،
اكيد الفتره اللي انا تعايشت معاه فيها واشتغلت معاه فيها في ليبيا هي دي اللي اثرت كابتن حسام يبقى ابقى معاه، ودي شرف ليا ان انا اشتغل معاه في المنتخب الاولمبي. سمير سعد اتلتيكو مدريد، طارق سمير رابيد فيينا، ادم منصور اكسير الفرنسي. طبعا حضرتك الاسامي ديت دي اسامي حراس مرمى مصريين يحملوا جنسيات اخرى ولسه ما لعبوش في منتخبات البلد اللي هم موجودين فيها، يعني عندك فكره عن الموضوع ده؟ هل في امكانيه انتم ممكن تبعتوا لهم يلعبوا معاكم؟ والله ده ممكن يعني هو كابتن حسام طبعا سمعنا دلوقتي ممكن نشوفهم، يعني لو في امكانيه ان احنا نشوفهم من خلال اشارات فيديو او متابعه يبقى كويس، يبقى حتى بنشوف عناصر جديده ممكن تبقى يعني تضيف لنا للمنتخب حاجه كويسه يعني. فياريت والله لو الاسماء ديت ونقدر نحصل عليها ونقدر طبعا بموافقه كابتن حسام ان احنا نحصل عليها ونشوفهم ونشوف الامكانيات ايه، تبقى طبعا هتبقى اضافه لينا كويسه يعني. دينامو منتخبنا الاولمبي الكابتن ايمن حافظ، كان في منافسه بينك وبين حد من اقطاب الاداره برضو في مصر، وكابتن حسام اصر ان انت تبقى موجود مدير اداري منتخب الاولمبي، كلمنا عن الكواليس. بيدي زومبا يعني طبعا ده شغف لي ان انا اشتغل مع الكابتن حسام، هو بالاصل يعني في صداقه كبيره جدا من زمان يعني، وفي حب من زمان بيننا وبين بعض، وان انا اشتغل مع الكابتن حسام ده شغف ليا وبقيه الجهاز كله يعني، فالحمد لله رب العالمين. طبعا اول ما الاسم اتعرض عليه هو وافق على طول الكابتن حسام ان انا ابقى موجود معاه، والحمد لله رب العالمين انا مستمتع جدا بالعمل معاه، لان اللي يعرف الكابتن حسام وشخصيته هو في العادي بيننا وبين بعض بقى في ضحك وتهريج، لكن في الشغل بني ادم تاني خالص، صعب جدا يعني، بس ده كويس انا بحب ده يعني. يعني هو بصراحه في شغله راجل منظم جدا، بحب اللي بيشتغل كل حاجه ليها حساباتها، فده بيسعدني جدا طبعا، والحمد لله رب العالمين. طبعا الجهاز انا شايف ان كان فيه انسجام، واختيار الجهاز كان بشكل كويس جدا، كابتن حماده المصري المشرف على المنتخب مع كابتن حسام فعلا نقوا اعضاء الجهاز. طبعا يعني اسمحوا لي اقول بقيه الجهاز لان مش موجودين معانا النهارده، في كابتن هشام عبد المنعم طبعا المدرب موجود، وفي الدكتور اسامه الشاعر الطبيب، وفي كابتن دكتور قاسم ادري احمال، وفي شادي الجيلاني منسق اعلامي، وفي ياسر عبد العال اخصائي تدليك، وفي محمود سليمان مهمات، وحسن واحمد مهمات الثلاثه يعني. فدول يعني شايف ان جهاز الحمد لله رب العالمين عملنا اكتر من معسكر، الامور ماشيه بشكل كويس جدا، اشتغلنا في اجتهاد في تعب. اقرب بطوله المنتخب الاولمبي الفتره اللي جايه؟ والله احنا طبعا احنا يعني الفتره اللي فاتت كلها الكابتن حسام والجهاز يعني شافوا عناصر كتير جدا، ما اعتمدوش على المجموعه اللي كانت موجوده بس في منتخب الشباب، لا ادوا فرصة لكل الناس، والباب فعلا لسه مفتوح برضو الناس كتير جدا، فظهر لنا عناصر كتيرة، فدي كانت بداية المعسكرات اللي فاتت ان يبقى فيه يبصوا على معظم اللعيبة اللي هي موجودة في الدوري الممتاز اللي ظهرت بشكل كويس. طبعا عندنا في شهر 5 هيبان القرعة بتاع عندنا تصفيات الأمم الأفريقية، الألعاب الأفريقية اللي هتبقى في الكونغو، دي هتبقى في شهر 7/2015 من 18/7 ل 31/7 في الكونغو، دي الألعاب الأفريقية. لسه طبعا الاتحاد الافريقي بيعمل القرعه لسه ما ظهرتش، وفي عندنا الاهم ان شاء الله اللي ربنا وفقنا فيه ونبقى موجودين، اللي هي تصفيات الالعاب الاولمبيه اللي هتبقى في البرازيل 2016، دي برضو لسه ما ظهرتش القرعه بتاعتها، فعلى شهر 5 هيبان الخريطه هتبان بالظبط، ونبدا ان كابتن حسام يحط البرنامج بتاعه، ونبدا ان شاء الله الفتره اللي جايه كده يبقى فيه توفيق باذن الله. وانا شايف كمان ان لعيبه المنتخب الاولمبي زي ما الكابتن مدحت قال في اول برنامج ان دول نواه للمنتخب الاول ان شاء الله يبقوا في 2018، فمنتخب مهم جدا، عشان كده جابوا كابتن حسام البدري اسم كبير كبر اسم المنتخب الاولمبي الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه لمصر باذن الله. كابتن اسامه عرابي، حضرتك اشتغلت كرجل اول في اكثر من نادي، القناه، السكه الحديد، الرباط، والانوار، انتاج الحربي، موسمين، يعني عايزين نعرف اسباب قبولك انك تبقى الراجل الثاني مع الكابتن حسام بدري في منتخب مصر الاولمبي. والله سؤال اخير رائع يا ايهاب. موسم 2005 2006 تقريبا كنت في الجهاز مع مستر مانويل جوزيه والكابتن حسام، و انا قعدت مع نفسي وفكرت ان انا يعني استقل وابتدي اشتغل لوحدي، ومن 2006 كنت بشتغل فعلا لوحدي. وانا اتذكر انه
كابتن محمود الخطيب وكابتن طارق سليم كانوا قعدوا معايا وكابتن حسام ان انا اكمل في نفس الجهاز يعني مع مستر مانويل جوزيه وكابتن حسام، ولكن كنت انا عن قناعه خدت هذا القرار، وفعلا قعدت 7-8 مواسم بشتغل لوحدي، واشتغلت اخر موسمين مع الانتاج الحربي، ثم كنت في ليبيا سافرت لكن اشتغلت لمده اسبوع واحد، وجي العرض للكابتن حسام. كان في كلام انه احتمال يبقى في المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، فطبعا لما وقع الاختيار على الكابتن شوقي في المنتخب الاول، هو الكابتن حسام كان مكلمني ان انا لو جه المنتخب الاول اكون معاه، فطبعا رحبت وشرف يعني. لما جيت عرض عليه برضو المنتخب الاولمبي نفس الكلام، فانا اشتغلت مع كابتن حسام كتير وكنت حابب اخد التجربه دي. اولا كابتن حسام عنده خبرات كتيره اكتسبها بشغله طويل من سنه 86-87 بعد اعتزاله، وشغله في الفريق الاول، شغله لوحده مع في الفريق الاول مع النادي الاهلي وحقق بطولات، ثم المريخ السوداني وحقق بطوله الدوري، ثم في الاهلي الليبي. ف انا حبيت اخوض التجربه دي مع مدرب ليه اسمه. ثانيا موضوع المنتخب الاولمبي، انا ما كنتش اشتغلت في منتخبات قبل كده، فحبيت اخوض التجربه، فالعاملين دولت هم اللي خلوني اقبل ان انا اكون ضمن الجهاز. ونتمنى ان شاء الله الفترة الجاية نقدر نعمل حاجة كويسة للكرة المصرية، لأن في عناصر كتيرة في المنتخب الأولمبي عناصر جيدة، وممكن يعني تبقى نواة كويسة للفريق الأول. اتفضل. بصراحة كده لو كابتن حسام بدري جه قال لك إن أنا جالي عرض من النادي الأهلي أرجع النادي الأهلي تاني، تنصحه بإيه كزميل ملاعب وكأخ؟ والله الموضوع ده بقى خليه بيني وبينه يعني شكرا يا على الهوا يعني، لكن النادي الاهلي ده بيتنا الاول كلنا، واكبر نادي في افريقيا وصاحب الشعبيه الطاغيه، ولكن احنا كل يوم بيبقى لينا ادوار بره النادي لوحدنا، في بره مصر، نرجع تاني، الامور دي كتيره. طبعا نتمنى التوفيق طبعا للناس اللي موجوده، لكن الموضوع ده يبقى يعني حاجه شخصيه ممكن اتكلم فيها مع كابتن حسام لوحده. بس انا يعني قبل ما اخلص عايز الكابتن مدحت بس يعيد اللقطه بتاعه الفيلم، عشان كابتن مدحت رمضان عامل دور جامد قوي، حط رجل على رجله بيسقف، ممثل عالمي ممثل بيتاري اهو. ده كان لقاء مع جهاز الفني منتخبنا الاولمبي كابتن مدحت. نعم. بنشكرهم وكلام ليك كابتن مدحت، اتفضل. اشكرك يا ايهاب، شكرا جزيلا. وادي كابتن مدحت رمضان حاطط رجل على رجل في لقطه مؤثره للغايه الحقيقه. دور عظيم. دور عظيم جدا. لنا مجموعه اسئله هامه جدا للكابتن حسام البدري من خلال الاصدقاء، عشان يبقى احنا بنرفع الحرج عن انفسنا، ولكن بعد الفاصل. يلا. قلتوا عايزين نتكلم ونقول للكابتن مدحت خلي بالك من غزل المحله مع البرنامج الجديد. انا اول بقول للكابتن مدحت الف مبروك على البرنامج الجديد، واحنا ان شاء الله بنتكلم عن المحله بننزل نكسب الماتش الجاي طبون اللي جايين دولت، لان الماتش صعب، عشان ان شاء الله الماتش ده هو اللي يقعدنا في الدوري. بنبارك للكابتن مدحت شلبي على مكانه الجديد، وبرنامج مساء الانوار، وان شاء الله وشه هيبقى وش السعد على نادي غزل المحله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم كابتن مدحت شلبي، والحمد لله انت رجعت لنا بسماعك قناه النهار يا مساء الانوار. انا اتمنى من الله الفريق غزل المحله 3 بونت ماتش الرجاء، وان شاء الله الكابتن اشرف يوفي وعده ويرجع ب 3 بونت ان شاء الله. انا مسا عليك يا كابتن مدحت، بس اقف جنب المحله شويه، بس انا عندي اقتراح حلو والله يا كابتن مدحت. الجمهور ممكن يدخل الملعب، ممكن المحله بتلعب على ارضيه يدخل 1500 من المحله، والجمهور الخصم ما يدخلش، ولو جمهور المحله عمل حاجه الجماهير كلها يعني، ولو جماهير المحل عملت حاجه الماتش يتخصم ضدنا، والماتش اللي بعده ما يتلعبش على ضدنا. الاختراع ده حلو قوي. ما تلعبش على ارضك تقصد؟ يعني نلعب على ارضنا مع الاهلي، جمهور بتلعب على كل فرقه بتلعب على ارضها يدخل منها جون، وعشان الجماهير، جماهير وبالذات جماهير المحله معروفه الفرقه الوحيده في مصر ما بتلعبش غير جمهور. معانا شاهد بنت محمد عوينه، كبير مشجعي غزل المحله، عايز تقول ايه يا شاهد؟
عايز اقول يا رب المحل ده يكسب وما شاء الله انور شابك. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين. كابتن حسام بهنيك على جهازك الفني والاداري المعاون. انا بشكرك طبعا على الملحوظه دي لان بالفعل طبعا هي مجموعه مميزه والحمد لله كانت في توفيق في انتقائهم وبالذات اسامه عرابي فتره طويله اشتغلنا مع بعض وفتره طويله كلاعبين مع بعض. شخص مميز جدا في اشياء كثيره سواء في حبه لعمله عنده خبره وفي نفس الوقت تفهمه لاشياء كثيره جدا و أسامة يعني بيريحني في الشغل بشكل كبير جدا وده مهمة جدا المدير الفني ان يبقى واحد متقرب معاه في الفكر وفي نفس الوقت عنده قدرات في نفس الوقت الجهاز كله هشام عبد المنعم برضه لكن هو من الصعيد لكن مجتهد جدا في نفس الوقت منظم وابراهيم عبد العزيز وطبعا ايمن حافظ يعني اعرفه من فتره طويله لكن انا سعيد بادائه برضه كابتن مدحت الاداري فعلا مميز جدا والدكتور قاسم معانا الدكتور اسامه الشاعر دكتور مميز وياسر المدلك يعني كل الجهاز عضو محمود وحسن فعلا جهاز مميز وان شاء الله باذن الله يبقوا موفقين وان شاء الله انا شايف ان مهم جدا لما الجهاز بيبقى بالشكل ده تبقى دي خطوات يعني او بوادر باذن الله التوفيق باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. هو الحقيقه بيقولوا اتصل محمد سماره لاعب المقاولين الرائع الحقيقه. محمد مساء الانوار. مساء الانوار كابتن مدحت ومساء الانوار على كابتن حسام. ازيك سماره؟ ازيك حبيبي؟ مساء الانوار يا كابتن. منورين وحلقه رجعتنا بجد رجعتنا 10 سنين ورا من 13 سنه ورا. الله يخليك يا سماره. الله يخليك سماره. طبعا يعني معايا وهو ناشئ وفي فتره انا يمكن سنتين بطوله تحت 19 سنه قبل ما اطلع الفريق الاول على طول كنا بنلعب بطوله الجمهوريه كان اهم لاعب عندي بالرغم ان كان معايا لعيبه مميزه جدا 16 يا كابتن حسام بعد لا بجد وكان نفس الجهاز برضه كان كابتن اسامه عرابي كان معايا اسامه عرابي وكان في عماد متعب موجود معانا كده لكن كان هو اللعيب المحوري المهم جدا عندي ومن اللعيبه المميزه لكن يمكن هو ما خدش حظه في النادي الاهلي لكن طبعا في الانديه اللي راحها ظهر بشكل مميز. طيب طبعا حابب تقول ايه للكابتن حسام يا سماه؟ عايز اقول له ربنا يوفقك ويخليك زي ما انت ماشي في خطواتك ديت. انا براهن عليك انا حتى بتكلم كتير كابتن حسام انت مستقبل مصر يعني هو في اتنين حسام بصراحه في مصر هم مستقبل مصر اللي جاي. يمكن قلتها لحضرتك كابتن حسام لما اتكلمت معاك لما توليت مهمه المنتخب قلت لك يعني انا شايف مصر ان شاء الله في كاس العالم باعدادك للفريق الصغير ده يعني المنتخب الاولمبي ده انا شايف ان المنتخب دوت هو اللي هيعيشنا قدام ان شاء الله وهيبقى وهنروح كاس عالم بالمنتخب دوت ان شاء الله باذن الله يا سمر. انت مستقبلك كبير وتاريخك الله يخليك صغير عملت تاريخ كبير ولا ان شاء الله موفق وانا متفائل خير في مصر بحضرتك. الله يخليك. شكرا يا سمار. شكرا يا سمار ربنا يخليك. شكرا جزيلا يا سمار. طيب انا عندي كميه اسئله جات لك غير طبيعيه غير طبيعيه والوقت كالعاده مزنوق جدا. خير غير طبيعيه دي كتير قوي يعني كتير قوي فعايز ايه اجابه في كلمه بعد اذنك عشان ناخد اكبر عدد. على الصفحه بقى بتاعتنا محمد ميدو. اولا مبروك كابتن مدحت للبرنامج الجديد الله يبارك فيك يا حبيبي. ثانيا سؤال للكابتن حسام بدري هو المفروض حضرتك بتدرب المنتخب يعني لما تلاقي لاعب جيد مش ترشحه للنادي الاهلي انت مش مدرب نادي انت مدرب منتخب لو عايز ترشح رشح للنادي الاهلي ولغير النادي الاهلي. لا رشحت لا 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 انا بالفعل خلي بالك يا محمد بيهمني جدا ان اللعيبه اللي موجوده دي بالذات اللعيبه اللي هي في انديه صغيره شويه ان انا ارشحهم لانديه زي الاهلي ورشحت لغير الاهلي لا. رشحت الانديه اخرى موجوده في الدوري الممتاز رشحت لبعض الناس اللي على اتصال بنادي الزمالك فتاكد لا مش برشح للنادي الاهلي لان يهمني اللعيبه دي عشان اعتمد عليهم في المستقبل كمان ان يكونوا موجودين في انديه كويسه. طيب انا عايز اجابه اقصر من كده من احمد سعيد منور يا جنرال والكابتن حسام البدري انا عايز اعرف
شيكا ما شيكا مش بيلعب ليه ومش واخد حقه اعلاميا ليه؟ احمد سيد برج العرب، رايك في شيكا في كلمه ونص يا كابتن؟ شيكا شيكابالا يعني؟ شيكابالا. شيكابالا احنا متابعينه وان شاء الله، بس كان اتصاب باذن الله ربنا وفقه، لان مهم جدا ان احنا ما نفقدش شيكابالا كمان، لان فقدنا نجوم زي ابو تريكه خلاص اعتزل، نفسنا شيكابالا يبقى موجود في الصوره ان شاء الله. محمد اوكاشا، كابتن مدحت يا ريت تسال الكابتن حسام ما هي اللعيبه اللي المفروض الاهلي يمشيها؟ لا دلوقتي صعب السؤال دوت عليا لان الموضوع محرج بالنسبه لي. اوكي يعني احمد زناتي، تحياتي لك يا كابتن ولضيفك الكريم الكابتن حسام، ايه رايك يا كابتن حسام في المؤتمر الصحفي اللي حضرتك كنت عامله اللي كان فيه ترابيزه صغيره وطوبتين، هل ده امر يليق؟ لا معلش بس خلينا في المضمون يعني، خلينا ما نبصش للترابيزه وكده، ممكن انا بتفق معاك كان الشكل مش مناسب لكن المهم المضمون يعني. اوكي الحسيني ابراهيم فؤاد، الف مبروك للكابتن الكبير مدحت شلبي بعوده مساء الانوار، بس كانك بتنادي عليه يا مساء الانوار انت رحت فين؟ ماشي مقبوله منك. اخد كمان سؤالين. محمد يحيى، انا بقول للكابتن حسام البدري انا بحبك والاهلاويه كلهم بيحبوك ومصر كلها كمان بتحبك، عايز اساله سؤال، هل يا كابتن حسام في لعيبه انت كنت عايز تجيبها الاهلي وما جاتش؟ أكيد. محمد محي البحيره، كفر دوار العكريشه. اكيد طبعا، مش كل اللي بيرغب فيه طبعا بتبقى الامكانيات بتساعده ان هو يجيبهم يعني، اكيد طبعا اكيد. طيب اخد سؤالين من هنا عشان بقى اصدقائنا دول كمان ما يزعلوش معلش. كابتن حسام، اذا تم تغيير الجهاز الفني النادي الاهلي بالكامل هل ترشح مدير فني اجنبي ام وطني؟ ده هاني ادريس مليونان. النادي الاهلي عاوز اعاده اشياء كثيره جدا، لابد واحد يكون على درايه بكل شيء. فالمصري الافضل يعني. المصري افضل. طيب ناخد من هنا، وحشتنا كابتن مدحت، الحمد لله على السلامه يا كابتن على قناتك الجديده اشكرك. كابتن مدحت، تصرف ايمن حفني عبثي وطفولي وكل اساءه لنفسه واللاعبين، هنحلها ان شاء الله، هنحلها باذن الله ان شاء الله، هنحلها باذن الله. طيب عشان دي كلها حاجات خاصه بي انا عايز حاجات للكابتن حسام، ورينا هنا كده. اوكي ده برضو بيتكلم على اللي حصل النهارده الصبح والكلام ده كله، مش عايزين نرجع للكلام تاني. طب ناخد سؤال كمان من هنا معلش. عمر محمد، يا ريت نعرف قرعه دوري ابطال افريقيا عمر شمال سيناء، هقولها لكم بعد كده، هي يوم 29 ان شاء الله. اسلام نجدي، ما مدى متابعه الكابتن حسام البدري للاعبين الشباب المحترفين مثل عبد الله ياسين والكسندر عادل وغيرهم؟ كل دول برضو الاسماء موجوده عندنا وهيبقى في وسيله ان شاء الله ان احنا نتابعهم باذن الله ويبقى عندهم فرصه باذن الله. اوكي طيب اخر سؤال، لو عرض عليك تدريب النادي الاهلي توافق؟ اكيد مش هقول لا، ولازم افكر. ولازم تفكر. لازم افكر. انا فاجئتك بسؤال، انا عارف. فاجئتني في النهايه لان انا في النهايه كنت يعني ده سؤال والنادي الاهلي بيتي، لكن كل حاجه وطبعا ليها ظروفها، لكن اكيد لو اتعرض لازم افكر ونشوف. واللي فيه الخير لازم انا افكر والمسؤولين بيفكروا، واللي فيه الخير ربنا يعمله. لكن انا في البدايه طبعا انا كابتن مدحت بشكرك على ان اكون موجود معاك، وفي نفس الوقت يمكن ما حبيتش ابتدي ان انا اقول بوجه عزاء لاسره الكابتن طه بصري، فبطلب دلوقتي ان شاء الله في الختام ان احنا نوجه العزاء، واحنا والساده المشاهدين يعني يرولوا الفاتحه هو والشهيد الشرطه النهارده، ويبقى ده الختام بالنسبه لي. بشكرك ان انا اكون موجود عليهم. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حسام، وهنقرا الفاتحة حالا بإذن الله ونقراها على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك لهو للعميد عمر المرجاوي أو طارق المرجاوي، طارق المرجاوي مع ناقد الكبير الأستاذ أسامة أبو زيد، ولكن بعد الفاصل. أرحب بالناقد الرياضي الكبير نائب رئيس تحرير أخبار الرياضة الأستاذ أسامة أبو زيد. مساء الأنوار يا أستاذ. يا مساء الأنوار. يا مساء الأنوار. خد بالك اللي هي فرقة كتير. أحلى. كتير. مش كده؟ البرنامج أولا لازم أقول لك مبروك. الله يبارك فيك. وأقول أبو معاطي ونصر والقاضي مليون مبروك، في سرعة وفي أفكار جديدة وده عادة الناس بيك، وأنا لسه بسأل احد الزملاء بره بقول له عاملين مع كابتن مدحت، لان انا عارف ان انت من الناس اللي بتكبر ناسك. الله يخليك. فقال لي رفته حلوه. والله ده اللي قاله، انت فعلا رفتك حلوه وليك فضل على الناس كتير ودايما موفق ان شاء الله. مبروك عليك حصولك على اعلى
أصوات في انتخابات نادي الشمس الأخيرة وأصبحت عضوا في مجلس الإدارة. كان ليكوا لقاء مع السيد الوزير خالد عبد العزيز كمجلس إدارة. إيه سبب اللقاء وتوصلتم لإيه؟ هو الأول إحنا زعلانين منك. ليه؟ ليه؟ كابتن مدحت شلبي له كلمة وله وضع داخل نادي الشمس. حضرتك كنت قبل كده من الناس المسؤولين عن قطاع الكرة بالكامل، وكنت من الناس اللي هم لهم شعبية وأرضية، وأعتقد أنا كلمتك قبل الانتخابات وكلمتك قبل كده في فترة من فترات عشان ترشيحك لرئاسة النادي. نعم. وأعتقد كان في أحد الوزراء بدون ذكر أسماء كان عاوزك تبقى رئيس نادي وانت رفضت. صحيح. نتيجة اللي هو عدم وجود وقت وكلام زي كده، فكونك ما تجيش في ناديك اللي انت بتحبه وتدي صوتك لإخواتك وحبايبك، فدي زعلانة منك. أنا مقصر وأنا بعتذر. حلو، تفضل. خدتني واحد. هو احنا سعداء جدا بمقابلة خالد بيه عبد العزيز وزير الرياضة. كانت المقابلة بناء كنت أنا كلمته في التليفون وطلبنا معاد منه ان احنا لازم نقول له اوجاع والام ومشاكل وطموحاتنا ايه داخل نادي الشمس. والميعاد اتاجل نتيجه ان الراجل كان تعبان، فناس قالت لك ده راجل لغى الميعاد وحاجات زي كده. فالراجل كان مصر جدا يقابل مجلس الاداره، وبالفعل تقابلنا معاه في اول امبارح تقريبا وعرضنا له مشاكل النادي. ان احنا النهارده انت عارف طبعا في الانتخابات كانت مدحت ان الناس بتقدم برامج وبتقدم، انا كنت اعتبر الكلام ده كله اوانطه، لان انت بتنجح بتكسل فالدنيا بتتنسي فبتخش في القصص وتسديد فواتير انتخابيه، وهذا مرفوض. يعني احنا اتفقنا في البدايه وده يحسب لمجلس الاداره، ان احنا انت عارف اي حد بينجح في اي مكان اول حاجه بيجامل ناس ويجيب ناس ويسكنهم في اماكن، فبتعمل عبء مالي جديد. لكن اللي انا عايز اشيد بيه ان احنا من بدايتنا قلنا لا تعيينات ولا مجاملات، وان احنا النهارده اللي وقف معانا اهلا وسهلا كتغفير عشان خاطر مصلحه النادي، لان انا مش هقف مع كابتن مدحت شلبي او حسن على برنامجك اذا كنت انت كويس. فبالتالي اللي ساند هذا المجلس شايف ان هو هيكون او تفائل بيه خير انه يعمل حاجه للمستقبل. نعم. فكان من ضمن الحاجات اللي اتفقنا عليها، اعتقد انا حتى كلمت فيها مع الوزير النهارده، ان احنا لازم حته التعيينات تتعافى نادي الشمس. الميزانيه قلت نتيجه كثر ارتفاع مبالغ المرتبات وكثره المدربين اللي ربما يكون لهم في ناس ليها شغلها وناس بتيجي تتفرج وتمشي. نعم. فبالتالي احنا الفتره الجايه اتفقنا قدام الوزير النهارده، وانا عدت هذا الكلام اللي من يومين اللي فات، وانا عدت هذا الكلام تاني على المسؤولين في الوزاره، بحيث ان احنا نفعل حاجه للنادي وعضو النادي. كويس. نعمل حاجه للنادي، لان النادي وصل لدرجه كبيره جدا جدا، والناس تستحمل شويه اللي هم اللي كانوا طمعانين او عايزين مجاملات انتخابيه يستنوا شويه يهدوا كده، لان النهارده النادي وصل لمرحله صعبه جدا جدا، فمحتاج تخطف الناس كلها. ميزانيتكم قد ايه دلوقتي؟ هي حوالي 40 مليون. يعني عندكم 40 مليون؟ لا لا، ده في عجز النهارده وصلنا بسم الله ما شاء الله. انا كنت قاعد مع الاستاذ محمد حسيب المراقب بالحسابات المحترم اللي نجح بالتزكيه، فبيقول لك احنا وصلنا لدرجه خلاص يعني ربما نصل للافلاس. Yeah. نتيجه للورث القديم ونتيجه ونتيجه ونتيجه، فبالتالي ربما يكون هناك عجز 100 مليون. فما يبقى انت عندك عجز بهذا الكم مش طبيعي جدا جدا ان اجي اقول لكابتن مدحت شلبي القيمه الكبيره دي والنبي تعالى عندنا دلوقتي، لا. لكن اقدر احل مشاكل الاول واقفل على نفسي الاول واشتغل للنادي واحل مشاكل النادي، اللي هي الكرسي اللي مش موجود، حمام السباحه اللي مش موجود، اللي هو كان طبعا حاجه من رموز مصر الجديده حمام السباحه نادي الشمس. نعم. الصالات اللي هي بتنزل الميه في الشتاء، نحل الكلام ده كله، ساعتها العضو هيقول لك متشكرين جدا جدا جدا. وعندكم افكار استثماريه تجيبوا بيها فلوس؟ قابلنا الوزير وطرحنا الكلام ده كله، والراجل قال انا هدعم، انا مش بنفس النص، انا مش بتاع اهلي وزمالك بس، انا هدعم الرياضه بشكل كبير جدا وهدعم نادي الشمس الكيان الكبير ده. عرضنا بعض الطلبات ان احنا حتى يكون في ضرب بدايه، وتحديدا حمام السباحه وكهربه النادي، الصالات اللي هي حالتها صعب شويه. والراجل قال هنبدا وهنشوف جهاز القوات المسلحه، مشروعات القوات المسلحه هيجي ويعمل مقايسات نبتدي نشتغل. ده مكسب كبير جدا للنادي كبدايه، وطبعا بوجه له الشكر من خلال برنامج سيادتك الكبير ده، ان احنا دي حاجه مطلوبه ما كانتش موجوده قبل كده. نعم نعم. عندنا كان في قصة تانية كبيرة جدا في النادي من خلال مجلس معين كنت أنا موجود فيها كابتن مدحت، كنا بنعاني منها، إن إحنا ما تقدرش تعمل تعاقدات مع الناس اللي هي المطاعم مثلا حاجة كبيرة أو اسم كبير، ما يجيلكش لك لمدة قليلة 6 شهور، وهناك مطاعم كبرى في مصر ما بيجيش تستثمر أو ناس تستثمر في النادي، بحيث إن أنت مدتك قليلة.
وكان هناك تعرف نادي الشمس الفترة الأخيرة 9 مجالس معينة في حوالي 4 سنين 5 سنين. صحيح. فدي كانت بتأثر حتى على سمعة النادي قدام المستثمر. لكن احنا دلوقتي في وضع استقرار ودي دعوة للناس تيجي تستثمر فلوسها في النادي. احنا عايزين نخدم الناس. والوزير طلبنا بطلبين ان احنا حتى يبقى عندنا مطعمين كبار المدة تزيد عن 4 سنين اللي هي عمر المجلس. عشان اللي يجي لك يشتغل ويدفع لك يبقى مطمئن ومطمئن ويقعد مدة كبيرة ويرمي فلوس ما فيش مشكلة. انا عنده لونج مظبوط يعني 7-8 سنين ما فيش مشكلة. والراجل الحمد لله وافق. طيب انا هوقفك لحظة واحدة معلش لان دي مكالمة في منتهى الأهمية. اتفضل. انا فتحت النهاردة الحلقة بموضوع ايمن حفني وهو لاعب جميل ولاعب كبير وهمنا طبعا مصلحته. مشكورا يعني حصل اتصال ما بيني. يا ايمن مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت. وحشنا يا ايمن الاول. ربنا يخليك يا كابتن انت اكتر والله. ربنا يخليك يا ايمن. طبعا انت اكيد تابعتني وانا بتكلم يا ايمن وحابب اسمع منك الاول قبل ما نتفق مع بعض على الهوا. تمام يا كابتن. اتفضل يا ايمن. حابب تقول ايه في موضوعك؟ انا حابب اتكلم الاول. انا يعني الناس اللي تلاقي رئيس النادي ساسي وعلي اسود الكابتن طلعت انا بحترمهم بقدرهم جدا. هم ناس محترمه. انا القصه مش قصه 80% والقصه ديت. انا كل اللي خدته كابتن في الموضوع العقد يعني انا خدت نص الفلوس مثلا. كويس. هو مقدم العقد وما خدتش اكتر من كده. الموضوع مش موضوع فلوس خالص. الموضوع اللي انا الفتره الاخيره انا الحمد لله انا كنت معاهم كويس جدا ولعبت ماتشين افريقيا وخدت فيهم احسن لاعب من الاتحاد الافريقي والجمهور حبيبنا جدا وانا حابب الجمهور وحابب المكان جدا هناك. كويس. مفيش اي مشكله خالص من الناحيه ديت والناس كلهم بحترمهم. هي الظروف اللي حصلت الاخيره كابتن مدحت. انا لما نزلت اجازه اخر مره الظروف اللي حصلت هناك الاحداث اللي حصل المصريين هناك القصه ديت الخارجيه بتحذر من السفر. هو ده بس اللي خلاني خفت على حياتي هناك لان الخارجيه نفسها بتحذرني ان اسافر في الظروف ديت او الاجواء ديت. بس هو الكلام يا ايمن ان القصه دي كلها بعيد عنكم خالص. بني غازي 1200 1300 كيلو بعيد عنكم واحمد مكي هناك وويليام جيبور هناك والمجموعه كلها. انا بتكلم كابتن بس اللي انا كنت ملتزم معاهم مفيش اي مشكله خالص وحضرت معاهم ماتشين افريقيا وكنت احسن لاعب في الماتش الحمد لله ومفيش اي مشكله بالنسبه لي. بس انا الفتره الاخيره الاحداث اللي حصلت بس ديت والخارجيه بتحذرني وبتاع. انا طبعا اهلي طبعا قلقانين عليا وخايفين على حياتي وطبعا الكابتن حسام بدري كان بيتكلم معاك ان هو هيحل الموضوع بتاعه. هو اكتر واحد حس اللي انا فيه دلوقتي لان هو برضه حياته اتعرضت هناك للخطر وكده. فانا ان شاء الله الموضوع هيتحل يا كابتن مفيش اي مشكله. طب الحل ايه؟ الحل ايه طيب يا ايمن؟ الحل ايه؟ الحل يا كابتن انا اشوف الكابتن حسام بدري اكلمه ونكلم رئيس النادي هناك لان هم الناس كلها محترمه بصراحه وانا اكلم معاهم واشوف لان انا بصراحه انا يعني انا مش امن على حياتي هناك كليات اهم حاجه في الدنيا. انا يعني في الظروف ديت كابتن. طب ما انت خلي بالك يا ايمن خلينا نكون صرحاء يا ايمن. دلوقتي انت وقعت عقد معاهم وبالفعل حصلت على 50% من المقابل الخاص بيك. تمام يا كابتن. فوفقا للعقد الوضع الطبيعي ان انت امر من اتنين. اما ان انت بتوفي عقدك حتى النهايه بالتزام اما ان انت بترد قيمه ما اخدته لان ده يعتبر فسخ للعقد. يا ده ما فيش مشكله بالنسبه لي يا كابتن. انا لو هم عايزين الفلوس اللي انا خدتها بتاع ديت انا اتكلم معاهم وخلاص. دي ما فيش اي مشكله بالنسبه لي في الفلوس. لكن انا بتكلم على حياتي دلوقتي مش على قصه فلوس. هم لو عايزين الفلوس اللي خدتها انا ما عنديش مشكله من ده. ما لازم يبقى فيه تسويه يا اما التسويه ان انت تروح تكمل عقدك. انا معاهم في كده. انا اتكلم كابتن حسام البدري واتكلم معاه فمعاه في النقطه دي. طيب ولو هم انا لو امن على حياتي هناك او الظروف هناك كويسه وبتاع انا ما عنديش مشكله ان اكمل معاهم لان الناس محترمه جدا وانا بحبهم. طب وطلائع الجيش اللي اخذ 125,000 دولار ده هيعمل ايه يا ايمن؟ دي مشكله تانية خلي بالك. قصه بيني وبين النادي وانا هتفاهم معاهم وان شاء الله هنحلها. طيب انا بودي بس اقول لك حاجه يا ايمن. يعني انت اولا مساله حكايه الخوف دي ما يجبش ان انت تبقى يعني اولا انا مقدر اللي انت قلته على فكره ولكن خلينا نقول انه بني غازي شيء وطرابلس شيء تاني مختلف خالص ومفيش حاجه حصلت على الاطلاق على الدوكو في طرابلس خالص. يعني موضوع الكابتن حسام ده كان موضوع استثنائي وانت عارف انه كان بيدرب نادي ومشجع موتور ورجع تاني والكلام ده كله. وانت باقي في عقدك شهر ونص يا ايمن واحمد حسن مكي هناك والناس كلها هناك والدنيا ماشيه زي الفل. وجهه نظري اذا قبلتها كمل عقدك يا ايمن شهر ونص ولا حاجه كمان. يبقى انت احترمت العقد واحترمت النادي واستكملت عقدك واخدت بقيت فلوسك. القصه كلها نص مايو
وترجع بألف سلام. وبعدين قال لك هات مراتك هات أخوك هات والدك اللي أنت عايز تجيبه خده معاك، والناس شارينك يا أيمن واخد بالك. فالمسألة لازم يبقى قلبك أجمد من كده شوية، دي وجهة نظري، أنت في النهاية صاحب القرار. بس وجهة نظرك تحترمها، لكن أنا بتكلم بس إن أنت عارف يعني هو الواحد لما يبقى خايف على حياته أو حاجة زي كده فبيتردد في كذا حاجة في كذا اختيار ياخده. فأنا إن شاء الله أكلمهم أشوف، أنا إن شاء الله لو الدنيا مستقرة هناك والدنيا كويسة أنا ما عنديش مشكلة. إحنا كان معانا الأستاذ ساسي بعون رئيس النادي، إذا كنت تابعته قال بالحرف الواحد على الهوى، أما أنا قلت له طب إذا أيمن دلوقتي رجع، قال لو رجع في بحر الثلاث أيام كأنه ما فيش حاجة خاصة حصلت على الإطلاق، وهننسى كل اللي فات ويستكمل معنا مدته وياخد حقوقه ويكمل ويبقى على رأسنا من فوق، ده رئيس النادي والدنيا هناك مستقرة تماما يا أيمن، تماما تماما. فخلي بالك كمان زمايلك اتأثروا هناك، يعني جه زمايلك عايزين ينزلوا أجازة أحمد حسن ميكي وبتاع، قالوا لهم لا، حتى المدربين المساعدين ما رضيوش ينزلوهم أجازات، يعني فاهم قصدي أيمن؟ انت دلوقتي يعني عندك مسؤوليه كبيره، مش بس خاصه بيك، خاصه بيك وخاصه بزمايلك وخاصه بسمعه اللاعب المصري، يعني وضع محتاج منك يا ايمن ان انت لازم تيجي على نفسك شويه وما تقلقش من حاجه. طرابلس مستقره جدا جدا جدا. يا كابتن، انت برضو المفروض يا كابتن تبقى حاسس برضو بيا وبالوضع اللي انا قلته لك واللي شرحته لك، ان الواحد برضو مش عن الظروف اللي هناك، وان انا لما اسمع ان الخارجيه نفسها بتحذر من السفر والحاجات ديت، فانا لازم افكر برضه. طيب هو برضه خلي بالك ان كان على التليفون من شويه مع الاستاذ محمد القاضي وقال احنا بنرفض فسخ العقد على الاطلاق وان احنا هنلجأ للاتحاد الدولي. متاهه يا ايمن، صدقني متاهه، انت في غنى عنها والموضوع مستقر يا ابني، ما تخافش، وزمايلك هناك والقصه شهر ونص وانت ومعاك الكابتن طلعت يوسف موجود ومحمد ابراهيم موجود وده وبعدين انت وبعدين في النهاية الأهلي أو الزمالك مستنيينك، يعني القصة كلها محسومة. لكن الحكاية دي يا أيمن هتأثر جدا جدا في مسيرتك، وأنا بديك نصيحة أخ أكبر ليك. تمام، توكل على الله يا أيمن وجمد قلبك، خليك جدع وما تقلقش خالص، وأنا هكلمك بعد الهوا مكالمة خاصة ما بيني وما بينك، وإن شاء الله نتفق مع بعض في خلال 48 ساعة، تتوكل على الله وتروح كده باخلاق الفرسان الكبيره ان شاء الله. انا بس يا كابتن كنت حابب يعني ان اوضح لحضرتك ان الموضوع مش موضوع فلوس ولا موضوع ده، انا بقى الناس هناك بحترمها والقصه مش قصه فلوس خالص ولا الموضوع اللي هم اللي حصل يعني. عشان الناس بس ما تفهمش الصوره غلط ان قصه ان انا خدت فلوس وقعدت، لا انا كنت موجود معاهم ولعب معاهم في افريقيا وموجود وملتزم ومعسكرات وكل حاجه موجود فيها ومفيش اي مشكله بالنسبه لدي. هي بس ان قصه ان انا خدت فلوس وقعدت ديت، لا ده ما حصلش يعني. انت اقرب للاهلي او الزمالك بعد ما تخلص موضوعك ده يا ايمن؟ ده اهم سؤال. والله يا كابتن ده بقى القرار في ايد نادي طلائع الجيش طبعا. انت في قلبك انت ايه؟ والله نادي طلائع الجيش هيقرروا، انا معاهم ان شاء الله. ايهما اقرب اللون اليك؟ بتحب الالوان اللي فيها احمر ولا اللي فيها ابيض؟ والله يا كابتن الناديين يعني اي لعيب اتمنى يلعب فيهم ان شاء الله، ربنا يرايده احسن ان شاء الله. طيب بالتوفيق يا ايمن، بالتوفيق يا ايمن، ربنا يحفظك. اشكرك يا ايمن، شكرا جزيلا. انت حليت القصه يعني، مشكله وانت حلتها يعني، هتتحل ان شاء الله، وانا هعمل فولو معاه على التليفون ان شاء الله بعد ما نخلص ونرتب اموره ويتوكل على الله يكمل عقده ويحترم عقده. بس هيبقى في خناقه كبيره على ايمن الفتره الجايه انت يعني. هيروح فين بقى؟ والله مش عارف، بس انا احساسي ان هو كان قبل كده مايل قوي للزمالك. لكن المبدا دوت متهيألي اللي هيدفع اكتر هيشيل الليله يعني. اللي هيدفع اكتر هو عموما ايمن يستحق كلاعب، يستاهل لاعب بس بشرط محترم وامكانياته عاليه جدا، يكمل التزامه الادبي والاخلاقي تجاه نادي اهلي طرابلس. مظبوط، بس على الناحيه الفنيه هو لاعب امكانياته عاليه جدا جدا ولاعب فعلا موهوب ومميز يعني. طيب انا عايز اكسر الحاله دي بكام فيديو وارجع اتكلم معاك تاني. فضل. عندك ايه بقى النهارده؟ في الفيفا يمنع برشلونه من الدخول في سوق الانتقالات لفترتين بسبب مخالفات في عمليه الانتقالات للاعبين من دون سن ال 18 عام. ياه، فترتين؟ فترتين، دي برضه نفس القصه يا كابتن مدحت اللي هي عندنا اهو اللعيبه سوري برضه. لا دي تفكرنا بقى الجمعه، انت لسه كنت بتتكلم على وائل وبساطه، بس دي برضه شياكه شويتين يعني. صحيح، حكايه بقى اللي بلع لسانك كابتن مدحت، لاعب اوكراني ينقذ منافسه من الموت. الخبر اللي بعده ايه؟ دي جوارديولا كان هيمسك هيتولى في او كمرشح بقوه يتولى
مان يونايتد، لكن يعني هو فيركسون قال ان هو كان بيرشح جوارديولا يمسك مانشستر يونايتد، فبيسالوا جوارديولا قال لهم والله الراجل عزمني على عشاء في امريكا وكان قاعده لطيفه جدا، انا ما اعرفش هو عرض عليا او لا لان انا انجليزي ساعه على قده ضعيف شويتين. أوكي. لكن جوارديولا طبعا مدرب قيمه كبيره يا يعني. سلام يا سلام. اخر خبر عندك في بتاع بلاي ستيشن، وفي برضو كان في حاجه عن منتخبات كاس العالم 2014. القمصان طبعا، قمصان كاس العالم، كاس العالم 2014 ان شاء الله بعد 10 سنين بقى نشوف مصر اهو يا رب. بعد ليه؟ بعد 4 سنين بقى الدنيا تهدى وتبقى كل حاجه كويسه ان شاء الله. في بقى لعيبه برشلونه اكيد بتبدع في البلاي ستيشن، بلاي ستيشن نشوفها دي يا كابتن مدحت، صوت وصور يا ريت، لطف وظرف وحاجه جميله. الناس بتستمتع بكل حاجة يعني الرياضة رياضة والأكل أكل والخروج خروج وكل حاجة حلوة صبت. فبتلاقي الدنيا ماشية، احنا عندنا شكلكعة شوية كابتن والدنيا اتغيرت شويتين يعني. صحيح صحيح، يعني بقت صعب قوي. والنهاردة أنا كان لتا يمكن كابتن حسام كان نهى الحلقة بتاعته على طارق المرجاوي وأنا كنت عارفه كويس جدا وكان بيجي كتير مصر جديد يعني طبعا، وراجل محترم وكان طول عمره في مباحث وكان ماسك اسم الدقي وكان نموذج للاحترام وطيبة وجدعان الله يرحمه يعني ودي يا كابتن مدحت لازم تجرجرنا ان احنا لازم بقى يتخذ ان يبقى فيه قرارات فورية، يا ريت القانون يتعدل يعني من شارك في هذا الجرم او مشارك في قتل واحد مصري او 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 لازم يكون فيه رد فعل سريع جدا يا كابتن. نعم يعني انا النهارده الناس بعض الناس يشتون في فضائيات، كل واحد مذيع قاعد يا كابتن بيتفزلك وعمال شغال اي حاجه في اي حاجه وهو اللي في ايده يعدل الدنيا كلها، الناس مش ناقصه يعني. انا اتمنى نركز على حاجات كويسه واتمنى ان احنا النهارده في حتى قانون يطلع فورا من رئيس الجمهوريه ان النهارده مقابله الجرم ده لابد يكون بمنتهى العنف والقوه لان الدنيا كده هتفضل سداح مداح مش هنوصل لحل. يعني طارق جاودة عنده ولد وبنت 13 و10 سنين يعني كان الله في عمر مراته وفي اسرته والناس دي كلها. جميل. طيب اخر حاجه بقى حابب تقولها استاذ اسامه؟ انا عايز اقول 3 نقط صغيرين قوي. اتفضل. طبعا انا مش هطلع مش هقدر اخرج من نادي الشمس، انا عايز اقول للناس ان انتوا باذن الله انتخبتوا مجلس محترم واتمنى ان احنا نفضل متكاتفين الفتره الجايه وربنا يبيض وشنا مع الناس ونشتغل للنادي بس وليس لاي اغراض اخرى. نعم. الحاجة التانية كان في قضية كنت أنا متابعينها كابتن الفترة اللي فاتت بعد ما أيام الانتخابات رحت مدرسة طبر الحجاز وأنت كنت من سكان مصر الجديدة وتعلم ما هي طبر الحجاز. طبعا. ففوجئت إن إحنا الرياضة المدرسية كانت مدحت انتهت وتلاشت. ميزانية طبر الحجاز زي ما حد يتكلم عليها بتاخد أكبر مجموعة ولها استثناءات أو ليها تنسيق خاص يعني قصة وحدوتة. فوجئت إن كان أنا حتى عرضت الكلام ده قبل كده إن الميزانية بتاعتها للرياضة 420 جنيه. وعندهم 2400 طالب يعني كل واحد زي ما قلت برضه قبل كده هياخد 27.5. فبالتالي الوزير النهارده خالد عبد العزيز كان يمكن دي برضه باحدى مكالمات ان هو عمل بروتوكول مع وزير التعليم بحيث ان يعود النشاط تاني للمدرسه، لان انا عندي رايي عندما لا يكون هناك ملعب وعندما لا يكون هناك حصه الرياضه كل عام وانتم بخير في الرياضه بصفه عامه. صح. الحاجة الاخيره انت سالت كابتن حسام في الختمه بتاعتك معاه اللي هي في نهايه الحلقه الأهلي. أنا أعتقد أن بنسبة 101% كابتن حسام البدري سيكون هو المدير الفني للأهلي القادم الموسم ده ولا الموسم القادم؟ والله مباراة الأهلي الجاية في أفريقيا هتكون فيصل في مع كابتن محمد يوسف. إحنا عندنا بنعلي الناس قوي ومرة واحدة بتلاقي هوب بنطلع اللقطة فتصانة فيها. يعني محمد يوسف ده السنة اللي فاتت كان من أفضل اللاعبين. نعم ظروفه مش ماشية والأداء سيء جدا جدا، لكن لازم نقول لك مدحت إن في حاجات هي المعطلة النادي الأهلي، اللعيبة اللي بطلت في وقتها. أنا شايف سواء عد لعيبة كتير موجودة جيدة جدا مظبوط، لكن في لاعبين ما بيكونوا موجودين لك مدحت وأنت سيد العارفين بيكون في أداء وفي شكل. لما نيجي نقول وائل جمعة مهم جدا في النادي الأهلي بس بعد كتير. حسام عاشور أنا شايف ده من أفضل اللاعبين في مصر، عندما يتواجد في مكان النادي الأهلي في وسط الملعب بيكون فيه نادي أهلي. لا شك بركات والناس اللي مشيت مؤثرين، فانا بقول هو راجل مؤدب جدا لان هو شغال مع المنتخب الاولمبي، فانا بقول ان في كلام هيحصل الفتره الجايه حسب معلوماتي وان حسام البدري سيكون المدير الفني للاهلي القادم ان شاء الله.
شرفت ونورت. انا بشكرك وسهرنا الناس معايا وكل سنه وانت طيب، وانا دايما سعيد بك يا كابتن مدحت. بالتوفيق ان شاء الله دايما، وبالتوفيق ليك ومجلس الاداره بالكامل في نادي الشمس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله أشكرك. باذن الله ربنا يخليك. يعني غدا بمشيئه الرحمن هنحاول ان احنا يكون معانا ايمن حفني في الاستوديو ان شاء الله، انا هكلمه بعد الهوا، ويكون معانا على الهاتف الاستاذ ساسي بوعون رئيس نادي اهلي طرابلس، ونحاول بكره باذن الله على الهواء نحل هذه المشكله، لانها مشكله تتعلق بقيمه اللاعب المصري خارج الوطن. شكرا جزيلا المشرف العام الاستاذ ابو المعاطي زكي، رئيس التحرير الاستاذ محمد القاضي، النشطاء احمد عبد اللطيف، بسام ابو بكر، محمد موسى، نهله شلبي، ومحمد بطران، واحمد اسماعيل، وحمدي راشد، ودائم الابداع محمد نصر الدين. غدا ان شاء الله عندنا سهره جميله جدا 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 في حصاد الاسبوع، هيكون معانا ضيوف كبار للغايه، هنخليهم مفاجاه باذن الله في سهره كرويه جديده على النهار الرياضيه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.